ما قلت لطفي ثراء كبير راح يكون صح. في هذا العدد الجديد من برنامج صباح الشروق، مواضيع كثيره مختلفه ان شاء الله تلقوا فيها كل فائده والاستفاده، الاهم من ذلك انكم تستمتعوا تجوزوا معنا وقيت شباب ان شاء الله من الثامنه الى غايه العاشره والنصف. من دون اطاله مشاهدينا رايحين على فاصل، من بعده نفتتح هذا العدد من صباح الشروق. اجمل واحلى تحيه لكل مشاهدينا، اسعد الله صباحكم بكل الخيرات يا رب. نجدد تحيه وترحاب لكل من ينضم والتحق بنا الان واختار قناه شروق تي في وبرنامج الخدمات المتميز صباح الشروق. صح قيودكم اذا كنتم ملتفين حول مدى فطور الصباح، ونقول لكم بدايه اسبوع موفقه نتمناها للجميع اللي مغادرين البيوت ومسافرين. نقول لكم سلمونا على الولايات اللي رايحين نزوروها، قولوا لهم انه في برنامج صباحي خدماتي متميز اسمه صباح الشروق. وأحسن ما اخترتوا برنامج صباح الشروق، واللي انتم حابين تسلموا علينا تقدروا تتواصلوا معنا مشاهدينا على المباشر، ارقام راح تظهر اسفل الشاشه، رقم واحد يخليكم تتواصلوا معنا مباشره او تقدروا ترسلونا عبر تطبيق الواتساب او الصفحات الرسميه لقناه الشروق. شرقت لطفي كمل. سلامتك. اذا مشاهدينا في مواقع التواصل الاجتماعي نضعه وتتصرف الجميع، وايضا هناك رقم التليفون الوحيد والاوحد يمكن للكل التفاعل معنا من خلاله. عندنا العديد والكثير من المواضيع مستعدين نتقاسموه مع بعض، انتم تستفادوا بدورنا اكيد، نستفيد من حضوركم المميز. ابرز العناوين نتعرف عليها مع بعض من خلال هذه الورقه، تفضلوا. نتكلم هنا معايا في المباشر. طبعا كثير ناس راهم مرض هذه الفتره لطفي، نزلت البرد يعني سلامتهم، فدائما هذه الفتره يعني حيكون عندنا شويه مشاكل كما قال لطفي في النطق، مزيحه تكون بعد قليل الارطفون يا ربما راح تعالجنا شويه. رهيبه 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 رهيبه. شكون تلمسك؟ هذا والكثير من المواضيع. ناس يا طيبين، عندنا العديد من المحطات المتنوعه نفيد من خلالها جمهورنا الغالي. اولى خدماتنا ستكون لكن نتمنى انكم تجربوا واش نمد لكم من نصائح وتوصيات، صح؟ حركات رياضيه نفيد من خلالها كل المشاهدين اللي يتابعونا من داخل البيوت بامضاء مميز ومرافقه من الكوتش منير بوشاوي. بقوا معنا. صباح عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الفقره الرياضيه مع الكوتش ديالكم منير بوشاوي، متواجدين اليوم بقاع سترونغ بودي باولاد فايد. اليوم واش راح نديرو؟ راح نديرو ان بروغرام سبيسيال لابارتي انفيريور، راح نخدمو تقويه عضلات الجسم، الجهه السفليه، الناس اللي عندها ترهلات، الناس اللي حاب تخدم الجزء السفلي تاع الجسم تاعها، هاد التمارين راح يعاونوكم بزاف بزاف. طيب ديروا شنو؟ راح نخدموا بالعقل، توجو نديروا الحاجه الصعيبه ونديروا الحاجه الساهله ثاني باش الناس كاع تقدر تخدم معنا وما يكونوش كاينين اعذار، يعني كما دائما نقول لكم كاع تقدروا ديروا معنا. بلا ما نطول عليكم راح نبداو في التسخينات ومن بعد ندخلوا مباشره في الحصه تاعنا تاع اليوم. نبداو بالعقل، هنا نديروا التسخينه تاع المفاصل ديالنا. هذه الحاجه اللي نباز عليها توجور اللي هي المفاصل، لانه سورتو الناس اللي يعني تكون في وزن زائد الحاجه اللي ممكن تاخذ فيها اصابات بزاف اللي هي المفاصل ديالها، لانها كي ياخذ يعني الوزن هذاك الزائد راح يخلي المفاصل تاعهم توجور يكونوا يعني شويه فراجيل وبهذا ياخذ فيها الاصابات. حنا باش نيفيتيو هذوما الاصابات كما قلنا نديرو التسخينات، نديرو لي دومي فليكسيون تاع لي جومب لهنايا، لانه هذه يعني الجهه اللي حين نخدموها بزاف، الجهه السفليه تاع الجسم. نهبط هنايا، نخدم كل تمرين ولا كل حركه كما متفاهمنا مشاهدينا، كل كما متفاهمين يعني كل حركه نخدموا منها 10 خطرات هكذا باش نكملوا التسخينات ديالنا. نزيدوا لاشيفي تاعنا، نطلعوا نهبط نحسب 10 خطرات ونروح للجهه اليسرى نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء عفوا. الو راح نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول راح نخدم معكم دو فاس، نخدم معكم دو بروفيل هكذا باش تشوفوا يعني وتاكدوا يعني بصحه التمرين ومن ليكزيكيسيون تكون صحيحه. التمرين الاول شنو حيكون فيه؟ راح نكارتي شويه لي جون تاعي يكونوا ان بو بلو لارج، يعني شويه مفتوحين على الحوض تاعي. نهبط نقعد في لابوزيسيون هذه، نهبط هنا سكوات. ودوزيام موفمون تاعي نسي نكسر لي جون ونقيس يعني الاصابع تاع الارجل تاعي. نعاود نهبط هنا ان ونكسر دو، نهبط هنايا بالتمرين هذايا راح نقيس كاع يعني لي زون ولا الزوايا كاع تاع عضلات الارجل ديالي. نهبط سكوات، نعاود نكسر لي جون، نسقم ظهري ونتوشي لا بوينت تاعي، نعاود نهبط نحسب. عندي من 10 حتى ل 20 كل واحد وشحال يقدر.
لكن حنا الناس اللي راهم ادابتي الناس يعني عفوا اللي راهم متقدمين معنا المجموعه تكون فيها 20 نخدموها اربع مجموعات نخدم دو بروفيل هكذا باش تشوفوا الوضعيه تاع التمرين كما قلنا نهبط هنا سكوات نكسر لي جومب ونتوشي لا شيفي تاعي لا عفوا لا بوينت ديالي نهبط 1 2 نكسر بيان لي جومب تاعي سيكم ظهري نعاود نهبط هنا في التمرين الثاني هذا راح نحس لي تيرمون في لابارتي يعني الخلفيه تاع الارجل تاعي لي زيسكيو ديالي فوالا هذا كان التمرين الاول كما تفهمنا نخدموا منه اربع مجموعات تاع 20 خطره نروحوا للتمرين الثاني التمرين الثاني واش راح يكون فيه راح نكارتي لي جومب تاعي يدي يكونوا مكسرين نهبط هنايا في الجهه اليمنى ونطلع للاعلى يعني الجهه المعاكسه نعاود نهبط ونكسر لي دو جومب ونعاود نهبط 1 2 1 2 هنايا نحسب 10 خطرات الجهه اليمنى ومن بعد نروح 10 خطرات الجهه اليسرى نهبط كي نهبط راني نركز يعني الوزن تاع الجسم تاعي راح يكون مركز كاع على جهه واحده يعني نقولوا الجهه اليمنى ومن بعد اكيد راح نعاودوا الجهه نروحوا عفوا للجهه اليسرى نهبط هنايا نبازي مليح لا جومب تاعي هذه لا جومب تكون غوش تكون فليشي ودوزيام جومب تكون بلي نطلع نعاود هادو هما التمارين اللي نخدمهم تاع لي جومب يعني تمارين ممكن ماشي مالفين تخدمهم بزاف لكن وشنو مع الكوتش تاعكم دائما ندير لكم حاجه جديده اللي باش نبدلو بها البرنامج ديالنا هذا نفس الشيء لكن هذا التمرين نخدمه منه ثلاث مجموعات يعني الكل رجل كل مجموعه فيها 10 عدات نروح للتمرين الاخير التمرين الاخير واش راح يكون فيه راح نكون في وضعيه ولا بوزيسيون دو فونت انا هنايا واش نخدم راح نخدم دو بوز يعني فير لو با نهبط هنايا 1 2 3 نطلع الجنو وندير دو طاب طالون ديالي لهنا ونعاود نولي 1 2 3 ونهبط نركز على وضعية الجسم تاعي يكون على استقامة هنايا صدري يكون واقف نطلع ونطبع 1 2 3 ونطبع هنا كي نطلع ونطبع نكسر مليح لا جومب تاعي اللي كنت نخدم بها مع اليد ديالي هنا دوزيام سيري راح نخدمها دو بروفيل هاي دابا شوفوا ثاني الوضعية تاع الجسم تاعي نهبط هنا يعني هنا 1 2 3 ونطلع طاب طالون 1 2 3 ونطلع نطبع الطالون تاعي نكسر الجسم تاعي ويسوتو لا جومب نسي نكونتراكتيها يعني باش تكون العضلة ديالي مقلصة في لو موفمون تاعي 1 2 3 ونطبع 1 2 3 الناس اللي ما تقدرش ماشي لازم نخدم 3 بوز نقدر نخدم وحدة برك هنايا 1 ونطلع 2 نهبط 1 ونطلع 2 نركز برك على الظهر تاعي يكون على استقامة لي دو جومب تاعي يكونوا يعني 90 درجة ونزير عضلات البطن لأنها حتكون مساعدة في التمارين اللي راح نخدمها وتعطيني التوازن هذا كان آخر تمرين قبل ما نكملوا الفقرة تاعنا لازم واش نديرو لازم نديرو التمديدات لي زيتيرمون هكذا باش نيفيتيو شويه يعني الالام اللي يكونوا باطي اللي حيكونوا غدوه من ذاك يعني بعد الحصه نكسل لي دو جومب نهبط هنا بالعقل نحكم هنايا جومب غوش نبدل جومب دروات هذه كانت اخر حركه تاع اليوم ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفقره تاع اليوم اذا كان ما درتوش معنا الفقره هذه في الصباح تقدروا تلقاوها على الصفحه الخاصه بالشروق ولا الصفحه الخاصه بي اللي هي بوشاوي منير ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير تهلاو في روحكم سلام شكرا لك كوتش منير بوشاوي وبصحتك لطفي عيشوني اذا لصحه الجسد لابد من تكثيف ربما التمارين الرياضيه والحركات الرياضيه ولتعزيز التواصل مع الله عز وجل لابد من الاكثار من العمل الصالح والاجتهاد في الطاعات والمبادره اليها ايضا وخاصه في الاشهر الحرام مثل شهر رجب ما يعرف ايضا بالشهر التعظيم ما هي فضائل هذا الشهر هو الموضوع اللي راح نولوه نهار اليوم بحضور الاستاذه في الشريعه الحاضره معنا للنهار اليوم الاستاذه شهرزاد كيس صباح الخير اهلا وسهلا صباح الخير ايمان صباح الخير مرحبا بك استاذه اهلا وسهلا شكرا اهلا بكم اذا كما قلنا هو يعرف ايضا بشهر التعظيم وفيه يعني لابد انه تكثر العبادات ولابد انه نتقرب فيه اكثر من الله عز وجل ونبتعد عن كل ما هو حرام استاذه نعم شكرا ايمان
إذن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضلتي أختي الكريمة، أنه شهر رجب من الأشهر الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شهر رجب دعا وقال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعوة تحقق بإذن الله تعالى، إذا دعا بالبركة في شهر رجب فهو شهر البركة بإذن الله تعالى. والبركة في القرآن، عفوا، في اللغة العربية هي معناها الانتفاع، النفع، البركة معناها الانتفاع. وفي شهر رجب فيه البركة وفيه النفع. معنى البركة في شهر رجب هي تكون البركة في الأرزاق. أنا فقط نذكر المشاهدين أنه رقم التليفون نضعه تحت تصرف الجميع، يمكن التواصل والتفاعل من خلالها، أي توصية أو انشغال في كل الفقرات والمحطات بما فيها المحطة الدينية التي تطمئن من خلالها قلوبنا. كما قالت الأستاذة، هو من الأشهر الحرم، ربما المشاهد ونحن حابين أن نزيد نعرف أكثر ما يميز هذا الأشهر أستاذة. نعم، سمي بالشهر الحرام لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه القتال وحرم فيه الحرمات. لماذا؟ لأنه فيه الحسنات تضاعف والسيئات كذلك، ليس على غيرها، وإنما تزيد كذلك. يعني إنسان كي يعمل سيئة الله سبحانه وتعالى لا يغفر لها له، لأنه في الشهر حرام، حرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ويجب علينا أن نتقرب إلى الله بالحسنات أكثر فأكثر. قلت أنه شهر النفع، هذا أنه فيه البركة في الأرزاق، أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الأرزاق. ولكي نبلغ هذه الأرزاق يجب علينا الدعاء، الدعاء في شهر رجب. أتمنى أنه لا يغفل عليه أي أحد بإذن الله. الدعاء لا يرد، وفيه تفك الكروبات، وفيه تبلغ المقاصد. فأي إنسان في قلبه حاجة يدعو الله في هذا الشهر العظيم أن يبلغ الله حاجته، حتى وإن كان بمصطلحات وكلمة بسيطة. أن نوظف اللغة التي ربما الأقرب والتي يحبها الله عز وجل، لأنه فيه كلمات أيضا توظف من خلال الأدعية، نتذلل من خلالها إلى المولى عز وجل. صح، بارك الله فيك أخي. صح، هي في الدعاء، يعني كان آداب الدعاء وأوقات الدعاء. لكن الشيء المهم أكثر أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا. صحيح، لأنه في الدعاء، لماذا؟ يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان سبحان الله يدعي الآن بدعاء صباحا يحققه الله مساء. تخيل، ما السر؟ السر في ذلك أنهم يعني يحسنون الظن بالله، ما عندهمش، يعني لا يلتفتون إلى غير الله. لكن نعطيك مثال أخي الكريم، في وقتنا الحالي مثلا إنسان مريض هو يدعو الله بالشفاء، لكن في أعماقه يتمنى أنه يسافر خارج البلاد، في البلاد يوجد أطباء أكفاء هم الذين سوف يشفينه. صحيح، توجد هذه النقطة. لذلك أنه عندما نحسن الظن بالله أن الله الواحد الأحد الذي سوف يشفيني، والله لن يخيبك الله أخي الكريم ولو بكلمات بسيطة. هذا هو أولا البركة في الأرزاق، والتي بإذن الله تعالى تكون بالدعاء. ثم بركة، نقطة مهمة جدا، بركة الرجوع إلى الله في هذا الشهر العظيم. لماذا قال عليه بركة رجب ثم شعبان ويبلغنا رمضان؟ البركة الرجوع هي كل إنسان فينا أنه يستردد تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. لماذا؟ لأن شهر رجب هو بداية دخولنا على رمضان وبوابة قلوبنا على ليلة القدر. وشهر رجب كما أسموه العلماء هو البذر، شهر البذر. ندير البذر في شهر رجب، ثم يأتي بعده شهر السقاية وهو شهر شعبان. إذا أسأنا البذر في رجب لم ينبت في شعبان ولم نجني الثمار في رمضان. إذا أردنا أن نستفيد من رمضان يجب علينا أن نحسن البذر في رجب. الآن نأتي إلى شرح هذه النقاط. كيف يكون البذر؟ شكرا، بارك الله فيك. كيف يكون البذر؟ مثلا أخي الكريم، إنسان مثلا في رمضان، إنسان يعني من العام الماضي في رمضان ما زادش يفتح المصحف، ما زادش يقرأ. كي يجي هذا رمضان يدخل بهمة، يقول أنا نبدأ نقرأ القرآن، نروح ندير صلاة التراويح، يصوم. تخيل أنه الأسبوع الأول يعني على الأكثر يبدأ يستثقل، ينقص الإيمان، يولي ما يقدرش يصوم التراويح، يولي ما يروحش يقول أنه الإمام راه يطول في الصلاة، يعني يلقى الحوجج هذه. القرآن يقول وداعا للمصحف، ربما الصفحة الأولى أو صفحتين من سورة البقرة انتهى. لماذا؟ لأنه ما درش البذر تاعه في رجب. وش معناتها البذر؟ معناتها الآن نحن في شهر رجب، بارك الله فيك، يستحضر. لو تعود أن اليوم نقرأ صفحة، غدا صفحة، يا لو أن نختم القرآن في شهرين، في رجب وشعبان،
يعني أضعف الإيمان، ولما لا نختمه في رجب ونختمه في شعبان، ثم إذا دخلنا على رمضان نختمه ختمتين أو أكثر ونحن يعني بتدبر ما شاء الله. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الصيام وشهر القيام. قلت أنه نبذر في شعبان ورجب نقوم بقراءة القرآن، ماذا عن الصيام؟ الأيام التي يستحب فيها الصيام خلال شهر رمضان، خلال شهر رجب وشعبان. بارك الله فيك. يعني في رجب وشعبان يعني لم يثبت أنه فيهم عبادة خاصة، لكن يستحب. أكيد يستحب، يعني ما فيهمش مثلا كما رمضان أننا نصوم، أو لكن يستحب أننا نعود أنفسنا على صيام الأيام البيض التي نحن فيها، يوم الخميس والجمعة والسبت البارحة، الأيام البيض، صيام غدا الاثنين، يعني فيه أعمال. الأمر المهم كذا في الأشهر هذه الحرم، في رجب الذي نحن فيه وبإذن الله شعبان، هو أننا ننقي قلوبنا، هذا النقطة المهمة فيه، يعني ما فيهش عبادة خاصة، لكن ننقي قلوبنا ونستأصل الأورام التي في قلوبنا، مثلا الغل والحسد والحقد، نتعود هكذا قليلا قليلا. إذا أتى رمضان كانت قلوبنا قد شفيت بإذن الله تعالى، ولقينا الله ورمضان بقلب منيب، وسوف يؤجرنا الله سبحانه وتعالى على هذا. نعطيك مثال آخر على شهر رجب، كيف نحضر لرجب. مثلا إنسان مثل التحضير للصلاة، يعني أخشعنا في الصلاة، شكون الناس اللي تخشع في الصلاة؟ هي الناس اللي تحضر للصلاة، مثلا قبل أذان وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، إنسان يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يلبس ثيابه، ثم يمشي إلى المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يتقدم إلى الصفوف الأولى، ثم يصلي صلاته بكل خشوع ويجني ثمارها، يلقى فيها راحة. في جهة أخرى، واحد ما يحضرش للصلاة، راهو قاعد يسمع الإمام دار تكبيرة، حتى يسمع تكبيرة الإحرام في المسجد اللي قدامه يهرول، يجري يتوضا، بالك اغسل هذه اليد، بالك ما اغسلهاش، لاحظت يا اختي الكريمه، ثم يصلي، ما يستفاد ما ولا شيء من هذا الصلاه. يعني هذا هو هكذا رجب، يعني اذا حضرنا رمضان سوف نلقاو الثمار تاعو، سوف نستحضروه كما يجب، لكن اذا ما حضرناش راح يصير لنا هكذا، يعني لا نستفيد اي شيء من رمضان. وكاين بعض الناس انه يعني في رجب ما يدير حتى بذور، ما يبذر والو، في شعبان ولا شيء. يأتي رمضان يشوف الناس أنها تجني في الثمار، شغل يحس يتحسر، يقول أنا علاش، واش يدير؟ يحاول يبذر في رمضان، يدير يغرس في رمضان ويعوض، ثم يجني الثمار في رمضان. هو يقدر يجني الثمار في رمضان، لكن ما تكونش الثمار طازجة، ما تكونش ثمار كما يلزم الحال. يقدر يختم المصحف في رمضان لكنه بدون تدبر، هكذا يختم، لأنه تحسر. أنا ثاني نختم القرآن، تحسر يختم لكنه لم يتدبر ولو آية واحدة. هذا هو. طيب أستاذة، ما هي أحب الأعمال، أعمال مستحبة خلال شهر رجب؟ خلال شهر رجب، ذكرنا الصيام. نعم، خلال شهر رجب هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والدعاء، وأنا لا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر والله لا يأخذ منا، يعني أخي الكريم، نشوفه أنه مثلا الذكر وهذه الامور تاخذ وقت، يعني نستصعبوا الامور، نستصعبوا هذه الامور، نقول ما عنديش الوقت، خاصه بين قوسين دخلنا في هذيك ما عنديش الوقت، ما عندي. هو هذا من عمل الشيطان، لا اكثر ولا اقل، لكن نذكر الله وليس بصيغه مثلا معينه، مثلا نذكر الله، نذكر الله 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 الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يعني بامور بسيطه جدا تستذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون الله في قلبك دائما معك. اذا كان الله هكذا دائما معك، ما تقدرش الشياطين يعني تستحوذ عليك، وسوف تبعدك عن امور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ماذا عن الصدقه والزكاه؟ أكيد فيها فضل عظيم في هذا الشهر. الصدقه كما نعلم جيد انها ترفع البلاء، وانها تضاعف، قلنا أن الحسنات تضاعف في هذا الشهر، إذا تصدقنا راح تضاعف هذه الحسنات، وإذا زكينا من أموالنا سوف تضاعف هذه الحسنات، وكل أعمال الصالحة سوف يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا أضعافا كثيرة بإذن الله تعالى. إذا نستحضر قلوبنا أولا، ونكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، ونحضر قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا في قيام الليل. الآن قيام الليل معظم الناس، يعني كل إنسان تهدر على قيام الليل قدامه شغل كأنه يدير لك هكا، أنا خاطيني قيام الليل، شغل ما نقدرلوش، صعيب. لكن هو لا، أبدا، قيام الليل تخيلوا أن عرفوه يعني على ما هو قيام الليل، والله نولوا كامل نصلوا قيام الليل، هو من وقت العشاء إلى الفجر. وقت العشاء الآن هي على الساعة 7:30 العاشرة، قبل ما الإنسان يرقد يعاود يتوضا يصلي ركعتين، وهو كأنه قام الليلة كله.
ويدعو الله فيها هذا فقط. ثم الفجر، الان نحن على قداش نوضنا صباح باش نجول للعمل؟ ربما على الخميسه صباحا، والفجر هو اذان على الستة هكذا على السادسه، يعني نصلوا ركعتين قبل الاذان الثاني، ونحن ادركنا الثلث الاخير من الليل، وكان الله سبحانه وتعالى حاضرا، لان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويستجيب الله سبحانه وتعالى لكل من دعاه. لذلك امور بسيطه جدا. ونحن بالنسبه لصلاه قيام الليل وصلاه التوحيد، هل من صور يستحب قراءتها خلال الصلاه؟ لا ابدا، لا في صلاه قيام الليل لا توجد، لا صلاه لا توجد صور محدده، لا ابدا لا توجد صور محدده. لكن الافضل اننا يعني كاين ناس كيفاش تصلي قيام الليل، يعني كل يوم يعني تقراها من المصحف، على اساس انها تختم المصحف، مثلا تبدا من سوره البقره، اليوم تصلي 4 ركعات او 8، يعني كل انسان حتى من 2 حتى 8 يقرا يصلي في نفس الوقت هو راه يمشي في المصحف ويختم، هذا هكذا. لكن ليس بالضروره هكذا، الصور الصغار ركعتين على الاقل، صلوا ركعتين فقط، يعني لا تكلفنا شيئا، ثم 4 ركعات ثم 6 باذن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير باذن الله تعالى. الله يا رب. امين استاذه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا نورتينا بحضورك. الله ينورك. شكرا جزيلا. مشاهدينا رايحين على فاصل، ابقوا معنا. وإن شاء الله تستفادوا من كل ما نقدم لكم يا أحلى جمهور. محطاتنا وخدماتنا في بدايتها أولى الخدمات كانت من خلالها تطمئن القلوب، وفقرة وتطمئن القلوب، الفقرة الموالية هي مطبخنا الصباحي بإمضاء ومرافقة مع شيف نديم. صباح الخير شيف، كيف الحال؟ صباح النور، رافقوني. إذا سأنضم إلى شيف نديم. أنا نشوف غير الخضر اليوم. الكرفس، أنا نشوف الكرفس. كرفس هذا؟ نعم. امبارح خدمنا الفليول، راح نقدموا كذلك فوائد الكرافس وكيفاش نقدموا. شنو كاين ديتوكس اليوم؟ راح ندير ديتوكس ولا ندير ديتوكس؟ لازم. مرحبا نديم. الله يسلمك، ربي يخليك لطفي. اذا اليوم الاطباق نتاعنا تعتمد على الكرافس كماده رئيسيه. نعم، كماده مكون رئيسي. مكون رئيسي، نعم. نعرفوا هنا الكرافس هو اللي صاحب الريجيم هو الاولاني اللي يمدوا لك الديتوكس على الكرافس. صح كاين اللي يكره ريحته. نعم، ريحه تاعو تجي قاصحه. صح، ريحه تاعو تجي قاصحه. كاين حنا شغل لازم اوبليجي، حنا حاجه كل ممنوع مرغوب كما حنا نقولوا. حنا واش نديروا؟ دوك حنا لازم نغطيوا هذا اللوغو تاع الكرافس نكهب بنكهات واحد اخرين باش نقدروا شغل نقصوا هذيك الرائحه ديالو. خليني نشوف من هنايا عندنا الكرافس زروديا. راح نبداو كيما موالفين بالمقبله، من بعد طبق الرئيس، ومن بعد عصير. لا نشوف عصير هذا. هذا درنا عصير، وبصح نقدروا نقدموه كديتوكس. اوكي. نعم. إذا أول وصفة هي المقبلة، واش فيها؟ نعم. حساء. هذا حساء، حنديروا لهنا حساء تاع الكرافس. إيه. حنديروا كذلك إنموس تاع الكرافس لهنايا. إيه. هنا حنديروا الكرافس بالدجاج، كيديروا باللحم كيديروا بالدجاج، سيرتو هنا في العاصمة يديروه بزاف. الكرافس نعم. بالدجاجة. نعم، إيمان نورمون تعرفوا إيمان. تعرفيه البلا تاع الكرافس بالدجاج. ايه خطرك. لا في العاصمة يجيب طبق. يجيب طبق. يجي كيما الخرشة بالدجاج، خاص كيما الحميصة. نعم كيف نعم. ايه؟ ولهنا حنديروا عصير تاع الكرافس وندقوا له دوك هذيك كيفاش نقدروا نقصوا له بك السكر يولي ان ديتوكس تاع الكرافس. الكرافس مع الاناناس. نعم يمشي معها. نعم هنا باش نغطيو لهنا القارص والاناناس يمشيوا مع الكرافس. اوكي نبداو على بركة الله بالمقبلة اللي هي حساء الكرافس. نهضروا عليه شوية بك باش الناس يعرفوا بك الفوائد تاعو. نعرفوا الكرافس لهنايا هو غني بالألياف، غني بالماء كذلك. مليح للحمية. نعم. الغذائية. الريجيم. الناس اللي يحبوا يتخلصوا من الوزن الزائد دائما أخصائي تغذية ينصحوا بالكرافس. كذلك غني بالفيتامين أو، فيتامين ك، فيتامين سي. صافي غني بزاف بالفوائد تاعو، بصح وشنو؟ لازم ما نكثروش منه، ما لازمش كل يوم نشربه. ونشربوا خطره في النهار. نعم، خاطر يدينا تهيج المسالك البوليه، تهيج الجلد، صافي يدينا شغل لانفيكسيون، شغل بعد يولي لنا التهابات. التهابات. حنا واش نديروا؟ حنا لازم اومون نشربوا هذا لو ديتوكس هذايا، نشربوا نهار بنهار ولا نهار بيومين ولا ماشي. أوكي. لازم كل يوم. ماشي لازم. هذا ما كان باش ما كما نقول لك ما يديرناش مشاكل صحيه. صحيه، نعم. قلنا لهنا عندنا الحساء تاعنا، حساء اللي هو حساء الخضر لهنا بالكرافس، صافي العنصر الاساسي هو الكرافس. كامل كامل الخضر. نعم، هنا اليوم حبيت ندير كاع الخضر اللي يقدروا يتمشوا مع الكرافس. درت زروديه، لفت، بطاطا، ثوم،
قرعه البصل يخص برك الباذنجان اللي ما درتوش. لا ما نقدرش نديروا الباذنجان هنا، ما يجيش معاه. نعم الباذنجان ما نقدروش نديروه لداخل معاه. حنا واش درنا؟ قلنا لهنا عندنا كميه على الفكره تكون مليحه، لهنا واش نديروا؟ لازم لهنا نحو غير الورق بك وحدهم، ولهنايا هذوك الاخصاب مع السلوج هذاك هذاك هو اللي حنا دير به طبق رئيس، طبق رئيس بالجاج. نعم يصلح بالجاج برك ولا يقدر يجي مع الغنمي؟ هو الاصل بالغنمي، بالغنمي يتندر بالغنمي اصل داعو. انا على درت بالجاج صافي، كل واحد مقدور بيان سور. قلنا نحكموا دائما هذاك ناخذوا قدره بيان سور، لهنا نديروا هذاك الخضر كامل اللي عندنا تتقلى، تتقلى لازم تتقلى. هنا درت لها هنا حنديرها صحيه 100% خاطر حنديرها بزيت الزيتون. تبدا تحطهم كامل مع بعض ولا تبدا بخضره؟ لا لا خضره خضره على خضره. ما تبداش بالبصل تقلي هو لو خاطر الخضره قال لازم هذا شغل حساء وراحه كامل صح ميكسه. نعم كامل حنا لا مام هنايا شغل نقليو كاع ديك الخضره باش تكتسب هذاك الذوق وهذاك اللون تاعها. كذلك نقليوها مليح حتى وبينش عندنا عندك ملح فلفل كحل برك. برك نعم هذا ما كان ما فلفل الكحل اللي يحب يستغنى عليه يستغنى عليه. هنا في الحساء باش يقعد صحي 100% نعرفوا فلفل الكحل اللي يضر. بزيت الزيتون راح طيبوه؟ بزيت الزيتون نعم. قلي بزيت الزيتون، قلي شويه زيت الزيتون، ندير شويه تاع الماء باش على غادي ما تحرقناش. ومن بعد نقليو هذاك الخضره تاعنا مليح، نمرقوها ومن بعد نميكسيوها. في الاخير نزيدوا لها كميه قليله تاع زيت الزيتون. وما ديرلهاش كرام فراش وتوابعوها. هنايا حنديروا خليه طبيعي هذا طبيعي 100% مام هو صحي، مام صحاب ريجيم يقدروا يتناولوه عاد مليح. نعم لاموس تاع الكرفس. نعم لاموس تاع الكرفس هنايا كذلك باش نقدروا لاموس تاعنا الكرفس تاعنا مغلي هذا هذا فورتو. فورتو هي شوف من الاحسن الخضر تفور خير. ايه هي على باش ما تبردش القيمه الغذائيه ديالها. إيه؟ واش نديروا؟ عندنا كميه تاع الكرافس لهنايا، انا خيرت كميه تاع الطون. قاصح قاصح. نعم هو على دوك انا واش حنديروا له؟ حنديروا له كميه تاع الطون. هذاك الطون هو اللي يغطي يغطي خاطر لطفي باش ما نكرهوش، خاطر كل يوم نشربوا هذاك الكرافس ولا تولي ما تقدرش. كاين اللي يقدر ياكلو هكذا كيغزغزوه هو خضر. لا كاين وكاين بعد كي تولي افورس افورس ما تقدرش ما تقدرلوش. انا حاجه اللي نكثروا منها بزاف بعد ولي ما نقدروش ناكلوها. صافي علاش انا درت بزاف وصفات؟ كل واحد كل خطره كيفاش. حنا في الشوربه وفي اللوبيا يديروا برك ورقه صغيره هكذا تطلق ريحه في العدس. كميه قليله يمد صح منا. العدس اللوبيا ديروا لها الكرافس، انت دير لها كرافس ورقه كرافس تقدر تقدر. هنايا مساله الذوق لهنايا هي سيف العدس اللي يمشي بزاف. قلنا لهنا عندنا لاموس تاعنا، عندنا كمية تاع الكرافس اللي كنا فورناها من الأحسن فوروها ما نغليوهاش، ما مولا غليناها نحتفظوا بهذاك الماء تاعها نخلوه يبرد ونشربوه كديتوكس عاد. اوكي. باش ما نرموش هذاك الماء تاعها خاطر فيه بزاف فوائد. ناخذوا أنا أشوار ندير له كمية تاع الطون، اللي يحب يخلي لاموس تاعو صحية يدير طون تاع ناتشو طبيعي بالماء. نعم. بالماء. وندير له هنايا يا نزيد له كذلك جبن ابيض لهنا باش يكون عندنا كشويه تاع الفيتامين كما نقولوا نعدلوا شويه في الادوات تاع الفيتامين تاعنا. عصره تاع القارص، شويه تاع زيت الزيتون، كميه قليله تاع الملح، ونرحيو لاموس تاعنا عادي. وبالصحه والهنا. بالصحه والهنا. نمروا للطبق الرئيس. نعم. اللي يعتمد على الاغصان تاع الكرافس. نعم. بالدجاج. بالدجاج واش عندنا؟ مرقه بيضاء. مرقه بيضاء نعم. عندنا كمية تاع الدجاج لهنا باش نخلو طبق تاعنا دائما نقولو باش يقعد صحي. واش نديرو؟ خاطر حنا اللي عرفوا الدجاج تاعنا في هذيك لابو هذيك تلق لا ماتيار كراس تاعها. صافي نقدروا ما نستغناو لا على زيت لا على زبدة نيوان. باش تقلي؟ هاي واش نقول لك؟ عندنا نقصوا الفرن كامل نديروا شوية بك ما باش ما تلزقش. ما هذيك لابو هذيك يطلق كاع هذيك الماتيار. بيان سور الدجاج حنا كي نطيبوا الكونتيتي تاع الدجاج كمية كبيرة ما نديرولهاش الزيت لتما خاطر على الدجاج جاي يطلق لا ماتيار كراس تاعو سيرتي لو كويس هنايا فيهم بزاف. حنا البرنامج يطلق الحلاوه بالاتصالات الهاتفيه اللي تجينا من عند المشاهدين. نقولوا الو صباح الخير الاول مكالمه معنا. صباح الو صباح النور. يا اهلا وسهلا صباح الورد. واش راك لطفي راك مليح؟ لاباس وانت بخير نتعرفوا عليك؟ ام صابر من مديه. ام فاضل. ام صابر. ام صابر من مديه عاشت الاسامي مرحبا بك. وبكل ناسنا احبابنا واهلينا مدينه الطيطري مديه مرحبا بك في مطبخنا. صباح النور صباح النور شيف نادين. صباح الخير واش راكي لاباس؟ واش راكي والله غالي بس ايمان. صباح الخير. صباح الفل. اهلا وسهلا فاضل. والله غالي بس مليح والله الحمد لله بالف خير. نفرحوا بزاف كي نشوفوكم. احنا اللي نفرحوا اكثر. قولي لنا ام صابر اول مره تكلمينا؟ لا انا كلمتك رقصت فيا انا ام صابر اللي كلمتك خاطر قلت لك الزوج تاعي في السجن و
شفيت عليك شفيت عليك، على بالك يكلمونا بزاف المتصلين، لكن شفيت على نبره صوتك. واش راك يا اخبارك لاباس؟ والله الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله ربي يهنيك. اليوم جبنا حضرنا شيف نديم الكرافس. انت الكرافس موافقه طيبي به ولا لا؟ نطيب وندير الاقسام تاعو ونشغل دول معاك، نقطعهم بالقاقاق ونغليهم وندير مع بطاطا مقليه مع الدجاج مع الطماط مع يجو دولما. طيبيهم دولما يجي هايل في الدور. هذا لازم يجرب هنا شيف نديم شي مره دولما ان شاء الله. لا يجي يجيب ليه. اليوم راح يديروا لنا مرقه بيضاء. ايه معليش كما قلت نادم اللي طيبها يجي بنين. نادم كما نقولوا انا نقول لهم هذا تاع اللي ما عندهمش، كي واحد يكون ما عندوش روح لشاف نديم. صح صح، ولازم تدولوا الوصفات. موالفين تجربوا الوصفات تاع شاف نديم ولا تشاهدوا برك؟ لا لا نشوفوا كي يكون كاين نديروا كي يكون ما كاينش راك عارف. وينجحوا معك من الوصفات كيما يحضرهم هو؟ والله الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله يا رب. كاش ما توصينا ام صابر؟ راح نوصيك فيني، راح نقول لكم يعني كنت اجو موضوع اللي رانا نشوف شغل الخاوات شغل اللي عندهم بزاف العداوه على التراب على عادوا ابسط حاجه الاخوان يضاربوا. ما كاينش اللي يصلح بيناتهم الميراث يعني. زعما ما كاينش اللي يصلح ولا يقول زعما مثلا اسمع انت اخوك وانت يعني هذه الدنيا ما حنزيد والو في الحقيقه، انت رايح راح ندير الدنيا. صح، هذا الموضوع نطرقوا له في محطة وتطمئن القلوب من الجانب الديني، العلاقة بين الإخوة والميراث بالأخص. وحبيت نخلي إشكال لوقتي دوك أنا زعما الشغل راه راجلي في الحد كاين كي كنت كي كان معايا كان بلايص يخليني نروح ليهم مثلا زيارة الأهل ولا مثلا بلايص هكذا نروح ليهم بزاف الظروف ما انقطعتش هذوك البلايص. بصح كاين شي ناس زعما يقولوا لي كي راه راجلة في الحبس نورمالمون ما تروحيش هكا وما تروحيش اللي في الدار وما تروحيش لخدك ما تروحيش لخوك ما تروحيش يعني شكون انا حبيتك تسقسي لي الشيخ في الشيخ هذا الدار ولا اي واحد من تيجي تقول له زعما اسكو كي راني نخرج ورا في الحبس. بصح نخرج للضروره ماشي زعما نخرج. يعني في غياب الزوج في غياب الزوج في غياب الزوج يعني كما نقولوا طفل مريض ولا انا مريضه ولا زعما روح زياره الاهل تاعي ولا زعما نقولوا جارك نروح ليهم عندهم ولا هذا زعما يعتبر زعما حرام وما كل واحد شو يفتي لك. طلباتك اوامر، سجلنا الموضوع وراح نديوه بعين الاعتبار وراح نخصصوا له حلقه من خلال محطات وتطمئن القلوب. شكرا على اتصالك ام صابر، تحيتنا ليك ولكل الناس اللي احبابنا واهلنا بالمدينه. وتلامي كما قلت تلامي كل لافامي بوغازي سختو خالتي راهم في دارنا. تحياتنا ليك ولكل عائلتك، شكرا ليك، شكرا على اتصالك. اذا مشاهدينا نذكروا برقم تليفون يمكن للكل التفاعل والتواصل معنا من خلاله اي توصيه وانشغال، مرحب بهما في برنامجنا الخدمات صباح الشروق. مكملين في استعراض اطباقنا مع الشيف نديم، لحقنا للطبق الرئيس اللي هو اللي يعتمد على اغصان السلق بمرقه بيضاء كرافس. الكرافس عفوا كرافس. ما نقدروش نديروه بالسلق مستحيل. لا ما يجيش مع السلق، ما يقدرش خاطر السلق يدبا ما يجيش مع السلق ما يجيش مع كاين هذاك السلق اللي فيه الورق تاعو عريض لتحت الاغصان تاعو عريضه تقدر دير هذا الاغصان نقدروا خاطر على اعراض هذوك يجوا بخاص كيما هذا. والخرشف نفس الطريقه يحضروا بها الخرشف نفس الطريقه. اوكي نعم بركي يغسلوه يشلوه بالقارص باش ما يكحلش. شنو الخرشف يكحل خاطر الخرشف يتغلى راح تغل هو هادو تغليهم ثاني؟ ما تغليهمش هادوما خاطر على الكرافس ديجا ماشي كيما الخرشف. الخرشف كي نغليوه ديروا له ملعقه تاع الفرينه لداخل. اذا الاختلاف نعم بيناتهم انه الخرشف لازم يغليوه لازم يتغلى ويديروا له ملعقه تاع الفرينه باش يطيب لنا يجي طيب باش يجي طيب الاغصان. نعم صح صح. لهنا نكملوا في الشحمه اللي قلت لنا الدوك تاع الجلده هذه تاع هي تلق ماتير كاس. اذا هنا يستحب انه وما يطيبوش بالبلون بالصدر الدجاج لانه ما فيش نعم صح دوك لا لا لو كان نديروا الصدر تاع الدجاج وحده ما يجيناش يجي ناشف. دونك الفخذ تاع الدجاج يجي مليح. نعم ولا الديك الرومي نقدروا الهبره هذيك تاع الديك الرومي نقدروا صح صح. نكملوا نعم قلت لنا نديروا شويه ما نديروا شويه ما نخليوه يتقلى بالماء نخليوه مليح هذاك باش يطلق لنا هذيك الماتيار كراس تاعو كامل. انا التوابل عندنا عندك ملح فلفل كحل نقليو مليح هذاك الدجاج تاعنا قلنا نديرو هنايا شويه بك تاع الماء بك باش على باش هذاك الدجاج يطلق لنا هذا اللي يحب الطبق تاعو يقعد صحي 100%. اللي يحب يديرو عادي يديرو ملعقه تاع السمن بيان سور شويه تاع الزيت هنا باش نقليو مليح هذاك الدجاج تاعنا. ومن بعد نضيفوا له حبه تاع البصل تكون مريحه مقطعه مكعبات من الاحسن البصل. انت راك حاط هنا شويه سمن. انا حطيت انت راح دير بالسمن. انا دوك انا حندير بالسمن الله الله ولا لطفي يحبو صحي ما ندير له السمن.
لا لا اختي سيري لطفي سيري لطفي ركز لي مع المشاهدين. لا لا انا نقليو مليح هذاك البصل تاعنا بالدجاج انا نقليوها مليح ومن بعد لهنا كي تجو حنمرقوا نضيفوا هذاك الكرافس تاعنا نقليوه شويه برك معها باش يكتسب الذوق بنين نضيفوا هذيك الحميصه تاعنا خاطر هي طيبه نص طياب ونمرقوا نخلوه يطيب. ولي زيبيس البهارات واش ندير؟ في الفلفل برك هذا ما كان لهنا واش يكون فيه خاطر على الكرافس هو يمد هذاك الذوق تاعو خاطر كاين اللي يحبوا لي صوص بلونس يديروا كميه تاع القرفه ولا انا من الاحسن نخلي غير ملح فلفل الكحل. احنا نحبوا الاتصالات الهاتفيه اللي جينا برنامجنا الصباحي نقولوا الو صباح الخير. الو صباح النور اخي لطفي. صباح الورد والفل والياسمين يا اهلا وسهلا. كي راكم راكم غايه؟ والله غايه هذا الصوت ماشي غريب علينا. ام ياسر من وهران. يا اهلا وسهلا ام ياسر كي راكي دايره؟ والله لاباس. كي راهي وهران؟ غايه؟ والله لاباس. الحمد لله يا والله ربي. الحمد لله. مرحبا بك معنا في مطبخنا. مرحبا بك. مانيش ام مرضى ام مهدي من وهران وقتك زعفوا عليا قالوا لك تقولي غير ياسر ياسر. مرحبا بك مرحبا بك وربي ربي يبارك لك في ولادك ان شاء الله يا ان شاء الله يا قولي لنا اليوم حبيتي مطبخنا حبيتي المطبخ تاعنا اليوم بامتياز. تحبي الكرافس ما شاء الله والله لان بغيت الكرافس. انتم الكرافس ديروه في الحريره صح؟ نديروه في الحريره وفي العدس وفي اللوبيا. ديروه في اللوبيا انتم ثاني؟ واه اللوبيا ياسر. كيفاه؟ عاودي لنا واش قلتي لي؟ في اللوبيا وفي العدس وفي الحريره. اوكي، واليوم راح يطيبوا طبق رئيس، مول فين طيبوا به انتم ديروه طبق رئيس ولا لا لا؟ لا 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 هذا جديد عليا نديره نسييه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ننصحك انك تجربيه وخلي حتى كي نذوق انا في نهايه الحلقه نقول لك اذا تجربيه ولا ما تجربيهش. ما عندناش شك ما عندناش شك في اخي نديم. قولي لنا كاش ما توصينا حبيتي اليوم الحلقه المحطه الدينيه؟ ما شاء الله والله كنت صباح مع الاخت الكريمه الله يبارك ما شاء الله. والمواضيع اللي استعرضناها على بالك واش عندنا اليوم كامل؟ المواضيع حضري لي نفسك ايمان راح نذكروا المشاهدين بالمواضيع اللي راح نرافقوهم من خلالها. اليوم عندنا طبيبه عتيقه هادي الطبور طبيبه الجلد. راح تدي لنا موضوع مهم. الم سيدتي صباح عليك بالخير. صباح الخير اختي كي صبحتي اختي كي راكي؟ حبيبتي والله بخير ان شاء الله الحمد لله اللي عاودت اتصلت بكم وحكمتكم. هاي صحه تسعى لليوم هاي صحه تسعى لليوم. شفتي راني اليوم شويه مبحبحه مزيان لطفي. بالفعل اختي بالفعل الله يسلمك. قاعده مبحبحين والله ديري شويه قاصر القارص بالعسل شويه عسل وقارص. انتوما العسل انتوما تلقى لطفي مقبل الشهده. انتوما العسل وانتوما النور وانتوما كل شيء الضوء اللي نشوف اللي نضوا تضوا علينا الصباح. الله يعزك حبيبتي شكرا. نواصل برك مع لطفي. كنت قلت كثير مواضيع فيه صح الام السرير اللي هما لي زيسكار مع طبيبه الجلد واضطرابات النطق وسبل علاجها وراح تكون عندنا ضيفه شرفيه في نهايه العدد. ضيفه راح تحبوها بزاف في نهار اليوم. عندنا ضيفة مميزة. بغيت نسقسيك على هذاك التولال اللي نوض على الجلد هذاك اللي كنقول له كلمة مسمار. ثلال مسامر 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 تاع الرجلين اللي يجوا مع الصبع. لا راهم يجوا دوك في الصبع تاع اليدين. في الصبع تاع اليدين هذو ندير لهم حلقة خاصة هذو لازم. يا صحيت وبارك الله فيكم انا نبغوا نعيطوا لكم فيكم الفائده الله يبارك ما شاء الله. والله حتى احنا نستفادوا من خلال اتصالكم. وبغيت ثاني نسقسي على الاخت تاع الصباح ثاني زعما كنا كنت تعطوها على صيام الدين تاع النفاس كون شويه قديم. وش هو؟ الصيام تاع النفاس قديم. الصيام يعني اللي يغرم. تاع النفاس. تاع الفال تاع النفاس تاع النفاس تاع النفاس الصيام تاع النفاس ويكون قديم نعملوا له حلقه خاصه. شكرا على اتصالك. بكم ربي يجازيكم. ربي يخليك ويسلمي لنا كامل على اهلك وناسك وكل ناسنا وحبابنا في وهران. اي يسلمك. شكرا على اتصالك. شكرا لك. اذا يا ناس يا طيبين يمكن انتم ثاني انكم تسمعونا اصواتكم نتعرفوا عليكم وتعرفونا على تجارب حياة ربما نستفادوا من خلالها حتى احنا كمقدمين برنامج فريق إعداد أعد لكم العديد والكثير من المواضيع التي فيها كل الفائدة والاستفادة. نستفيد مع الشيف نديم أيضا من خلال تحضير أطباقنا. لحقنا الآن إلى العصير اللي راح يحضروا بالكرفس. هنا نكملوا بكره الطيق ودابا ما كملناش الوصفه قعدنا غير العقده مع الاخر خاطر هذه الاطباق ديروا لها عقده باش ديرها. عندنا كميه بيض وفرينه البيض. لا البيض والقارص وكميه المعدنوس ولا كما قلنا الكرفس نقطعوا الكرفس الرقيق ونعقدوا بها. كاين اللي يعقدها غير بالفرينه شويه موش شويه فرينه باش تتقال. هذيك باش تتقال باش تتقال. هذه لا هذه العقده باش باش دير الوتش باش دير الوتش تاعها. نعم
إذا لحقنا الآن للعصير العصير اللي تم تحضيره بالكرافس. نعم احنا درنا عصير الكرافس. ما درناش ديتوكس خاطر الديتوكس ما يكونش فيه بك السكر نحول السكر. يجي كيما العصير تاع الفليو تاع البارح. تاع البارح جابناه. بزاف. خلاص اللي بدلنا له اللي بدلنا الأناناس نعرف الأناناس تتماشى مع هذا الديتوكس. أنا ننصحكم باش تحضروه يعني الفليو اللي راه ما راهوش مدرج ضمن قائمة المأكولات نتاعو غير يعاود يشوف يدير إعادة نظر. في نعم. هذا النوع من الأعشاب اللي فيها فوائد كثيرة بالأخص في هذا النقلة الموسمية والموجات البرد اللي رانا نعيشوها وموجات الحر. هذه النقلة من بين سخانة وبين البرودة الإنسان صار ضايع وما يعرفش وش يلبس، بالتالي السعلة الحامة الزكام، دونك لازم تقويوا المناعة نتاعكم بهذا الخضار وهذا الأعشاب اللي فيها فوائد صحية كثيرة. نعم ربطة تاع الكرافس. هنا عندنا ربطة تاع الكرافس، هنا استعملناش الأغصان، استعملنا غير الأوراق تاعها، نغسلهم مليح، ناخذوا لهنايا أن بلاندر تاعنا ولا ريسيبيون نديروه بالبراميكسور كيما أنا واش عندك موجود في البيت. لهنا واش ضفنا له؟ ضفنا له لهنايا خمسة سانك ترونش تاع الأناناس. أناناس. على بكرة رخيصة يعني حبة أناناس 50,000. نعم. هنا في العاصمة راني نشوف يعني في كل ما نمشي في طريق السيار السريع. يعني نلقى الباعة يبيعوا في الاناناس ب 50,000 الحبة. نعم هي صحية بزاف اناناس، خير ما ديك اللي نشروها تاع السيرو هذه. لكن بزاف ناس ربما ما يعرفوش كيفاش ينقيوها. لازم نديروا في حلقة من الحلقات نجيبوا حبة اناناس إن شاء الله ونعلموكم ونتعلموا مع بعض كيفاش ننقيوا الحبة تاع الاناناس. إن شاء الله. باش نتحصلوا على هذا الدوائر. أوكي إن شاء الله. قلنا ناخذوا لهنايا أن بلاندر، نديروا فيه هنا كمية تاع الكرافس هنا مقدار 100 غرام لهنايا، نحولهم نديروا غير الأوراق تاعهم. نضيفوا لهم هنايا 5 ترونش تاع الانانا، بيان سور القارص لازم يكون حاضر، القارص في العصائر تاعنا خاطر يعتبر كحافظ. نعم يعتبر كحافظ. ولهنا نضيفوا لهم لهنا ريتلا تاع الماء، هنا السكر يكون اختياري، نحب نكتفي غير بالحلاوه تاع الانانا ولا نضيفوا له ملعقه ولا اثنين تاع السكر. واللي عنده عسل الحر ما يمنعش. من الاحسن. نعم خاطر على العسل ديجا يبدل قرينه الذوق تاع العصير تاعنا. نرحيو كلش ومن بعد نصفيوه ونشربوه بارد. لهنا نحبوا نخلوه نكتفي بك ان ديتوكس، قلنا نكتفي غير بالورق تاع الكرافس ونديروا له معصره تاع القارص نرحيوه، هذاك قلنا نشربوا اوموا نهار بنهار. لهنايا يعتبر هنايا نشربوا اجر في بلاصه القهوه. اوكي نشربوا قبل ما نشربوا قهوه، قبل ما نشربوا كلش نشربوا عصير على المعده خاويه. على المعده خاويه. شكرا لك نديم. اذا راح نعيشوا مع بعض، نعيشوا مع بعض كل الخطوات والتفاصيل، اكيد مخرجنا راح يرافقك ويرافق كل الخطوات الخاصه بتحضير هذه الاطباق، وفي نفس الوقت ايضا نعيشوا مع بعض محطات البرنامج اللي تعتبر كلها خدماتيه بامتياز. فاصل وراجع. جدا راح نستفادوا منها خلال هذه المحطه من محطه الاورتوفونيا. الموضوع راح يكون اصطلابات النطق، ما هي الاعراض وسبل العلاج؟ طبعا بامضاء مميز من الاستاذه اسيا بوزيدي المختصه الاورتوفونيه اللي صبحوا بها صبحوا عليها بالخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك استاذه. هذا الموضوع مهم، اقترحوه كثير من الامهات اللي عم يتابعوا فينا، يحاولوا يعرفوا ربما ما هو علاج اضطرابات النطق. قبل ذلك لابد ان نعرف ما هي اضطرابات النطق. نعم اضطرابات النطق هي انه الطفل يبدا يتكلم ولكن بطريقه خاطئه، والخطا يكون في مخارج بعض الحروف وكاين اللي معظم الحروف. دونك هذا الطفل تقدر تكون تفهمه غير يمه، كما نقولوا حنا العقون تفهمه غير يمه. صح. الناس واحد اخرين ما يقدروش يعرفوا واش راهو يقول. واضطرابات النطق هي مختلفه، دونك كاين عده انواع، كاين في حرف واحد، كاين في الحروف الشفويه، كاين في الحروف الحلقيه. بالنسبه لمخارج الحروف، دونك الطفل هنايا لازم الام واش دير معاه، تقبل تاخذ ورقه تحدد ما هي الحروف اللي راهو هذا الطفل يخطأ فيها. قبل ذلك نحدد العمر اللي انا نحكيو عليه استاذه، وقتاش نحكموا نجزموا ونقولوا انه وليدنا راهو عنده مشكل في النطق؟ نعم هذا دوك يختلف في الوقت، باسكو زمان كان الطفل يتمدرس في 6 سنوات سنه اولى، ودوكا اختلف الوضع، دوكا راهي 5 سنوات تحضيري. تحضيري ولات اوبليغاتوار، حتى ولو ما كانتش في المدارس العموميه في المدارس الخاصه او في الروضه. دونك لازم في 5 سنوات لازم هذا الطفل يكون ينطق بصفه صحيحه كل الحروف، ولازم يتكلم كلام مفهوم، راح يولي عنده اتصال مع التلاميذ مع الاستاذه، مع لازم يكون ينطق بصفه صحيحه.
دونك حنا 5 سنوات هو اقصى حد. الرصيد اللغوي. نعم. الرصيد اللغوي والكم تاع الكلمات اللي لازم يعني يكون لازم يكون يقول فريمون الجمل في 4 سنوات لازم يكون يقول الجمل، لازم يكون يتحدث بطلاقه. هذه في الحاله العاديه. اوكي. ولكن بالنسبه اللي هضرنا عليه المره اللي فاتت بون ماشي اللي فاتت اللي قبلها على اطفال الشاشه، هذا كامل يدير له تاخر. كل ما يكون عنده تاخر رايح ينقص الرصيد اللغوي تاعو. دونك حنا نحذروا من الشاشات دائما، التلفزيون والتليفون. بالنسبه نعاودوا نقولوا اضطرابات النطق، كاين اضطرابات انه الطفل يكون عنده لي بوشون. لي بوشون دونك ما يسمع. نعم هادوما الوالدين ما ينتبهوا لهمش جينيرالمون، خاطر علاش الطفل هذا ويسمع ولكن كاين حروف ما يسمحهاش فقط. وهذيك الحروف اللي ما يسمحهاش ماهوش راح ينطقها بالطبع بصفه صحيحه. دونك انا الحاجه الاولى اللي كيجي عندي الطفل يكون عنده اضطراب في النطق نشوف له حشاك ودنه. اذا كان ما عندوش لي بوشون هذوك، نعم صمامات، اذا كان عنده لي بوشون نوجهه يا البيدياتر يعطي له واحد لي غوت يديرهم ومن بعد ينحي له هذاك لو بوشون، ولا لوغال من الاحسن اللي يكون مختص ينحي له الاخر. ومن بعد الا كان طفل وحده صحح الخطا تاعو حاجه مليحه، لكن ما قدرش ما عرفش يخرج الحرف من المخرج صحيح من الاحسن يتوجه للاخصائي الاورتوفوني. كاين لي فرق استاذه بين تاخر اللغه وتاخر النطق، في اختلاف ولا هو نفسه؟ تاخر النطق انه الطفل ما يتكلمش ما يتكلمش كامل، دونك يكون ما يهدرش. يا ربي يقول كلمه او زوج، ماشي على حسب العمر الزمني تاعو. ولكن اضطرابات اللغه تاخر اللغه هو يكون يهدر بصح بصفه غير صحيحه، يكون ما يقولش ما عندوش رصيد لغوي، هذا يكون ضعف رصيد لغوي هو تاخر اللغه. هي نفس سبل العلاج بين تاخر اللغه والنطق ولا تختلف؟ النطق نو، تاخر النطق هي جلسات. انا بالنسبه لي نعتبره اسهل اضطراب هو اضطراب النطق ماشي تاخر، اضطراب النطق هو مثلا الطفل عنده حرف السين ما ينطقوش مليح يقول له ثا، حرف الكا يقول له تا، حرف الحاء الخاء يقول له حا، هذه اضطرابات النطق. هي اضطراب في مخرج الحرف فقط، ولكن اللغه حاجه واحده اخرى، هو ما عندوش رصيد لغوي ما يقولش ما عندوش. نعم مفردات. انت يقول لك انا يقول لي انت، هو يقول له هي، ما يفرقش بين المذكر والمؤنث، المخاطب والمتكلم. هذه هي اضطرابات اللغه. كنت بديتي في الحديث في بدايه الحوار طرق مديتيهم لنا كيفاش يمكن للاولياء انهم يتعاملوا مع الطفل اللي يكون عنده هذا الاضطرابات في النطق. قلت لنا لازم يحدد الحروف اللي راه يقولها بطريقه خاطئه اللي فيها عنده فيها مشاكل. نعم يشوف هذا الحرف كيقول له قولوا وحده، لكن قال له قولوا هذا الحرف زعما تيك كا، الا قال حرف الكا صافي عنده المخرج، صافي هنا عنده اضطراب في اللغه ماشي في النطق. لانه الحرف في الكلمات اللي ما يقولوش صحيح، يقول تيتاب فهمتيني في النطق بلوتو في الكلمات او في الجمله. اذا كان الحرف في حداته كي تقولي له قول كا يقول لك تا، هذا اضطراب في مخرج الحرف. لازم نصحوا له المخرج قبل من بعدك باش نديروه في الكلمات. ماشي الاولياء اللي صحوا المخرج. كاين اللي اولياء يقدروا يتعاملوا مع اولادهم، عندهم لا باسيونس يعرفوا كيفاش، مي الاغلبيه ما يعرفوش. كاين طرق عمليه اللي يقدروا يوظفوها الاولياء باش يقدروا بالطبع كاين بعض الحروف يقدر. نعم كيما الفا لازم يستعمل الشمعه فا او القطن وينسف عليه. كاين اللي يكون عنده ارتخاء مثلا في عضلات الفم ما يقدرش ينطق بطريقه صحيحه، يقدر يقويها له بهذوك لي بول داغ النبولات هذوك تاع الرغوه. نبوله ينسفها ويعاود يفشها هذيك باش تقوي عضلات الفم واللسان. يعني لازم انه يشوف اخصائي من الاحسن. من الاحسن بس كل واحد الاختصاص تاعو، ما تقدرش الام دير كلش. غير لا كانت حاجه خفيفه مثلا، لا كان يقول الكا يقول لك كحرف وفي الكلمات ما يقولوش، تقدر تصحح له تعاونه تقول له شوف كيفاش راك تقولو، تبين له الفرق انه هنا ينطقوا كا وهنا ينطقوا تا ماشي كيف كيف، بالك الطفل يقدر يستوعب. المساله هي مساله تعود.
يعني الطفل لازم يتعود على النطق الصحيح. نعم نعم، انا لهذه ننصحوا الامهات باش ما يتكلموش مع اولادهم بطريقه بلونغاج بيبي كي يكونوا صغار، احضري معاه على انه شخص كبير كيما راكي تهضري مع واحد كبير، باش هكا يكتسب اللغه بطريقه صحيحه، يكتسب الكلمات والحروف بطريقه صحيحه، لكن هي تهضر معاه كيما يهضر بيبي ولا كيما يهضر هو كي كان بيبي، يقعد يهضر بهذيك الطريقه، يعني شفت انا حالات 4 سنوات مازالهم يهضروا كانهم طفل تاع عامين. والام غير الام اللي تفهمه، يتقول لك انا وليدي نفهمه، وهذا خطا، لازم توجدي وليدك باش يقابل المجتمع، يقابل الاساتذه، يقابل ناس ما تعرفوش، لازم هذيك الناس تفهمه. حبينا نثريو الموضوع، زملاء حابين ناخذوا اتصالات اذا كان فيها انشغالات من عند المشاهدين اللي تابعوا البرنامج، ونذكر برقم التليفون يمكن للكل التفاعل والتواصل معنا من خلاله، فرصه انكم توجهوا الاسئله والانشغالات الى الاخصائيه الاورطوفونيه. شحال تستمر مده العلاج او تصحيح مشاكل النطق استاذه؟ كاين اللي ما يستغرقوش بزاف، 6 حصص ماكسيموم، 6 حصص فقط يقدر يستوعب بمعدل. عندي حاله كملت معاه كان عنده حرف السين، يقول له ف السين والزين والصاد هي الحروف اللي سيفلون. بمعدل اي حجم ساعي الحصة؟ ساعة 45 دقيقة. 45 دقيقة. 45 دقيقة نخدموا الحرف، وهذيك عندك 15 دقيقة نديروا له لعبة باش يحب الحصة، يحب يجي بيان سور. تمارين. له لعبة باش هكا ينحي على خاطره، باش كي يروح يقول لهم نعاود نولي، دونك الخطة الجاية يجي فرحان. تكون حصص جماعية؟ لا لا لا، حصص فردية. فردية من الأحسن، باسكو دي فوا الطفل يجينا يكون قدام واحد أخرين. نعم. دونك حصة فردية تاع 45 دقيقة ولعبة في الختام. 6 حصص ماكسيموم ولا غير يتصلح وراه دوكا يقول سا نورمال. يقدر يكون ربما صدمات نفسية هي اللي تخلي الطفل يصاب باضطرابات النطق ولا لا؟ لا علاقة يعني. يقدر اضطرابات النطق، لا اضطرابات اللغة. اللغة. اللغة ولا تأخر تاع اللغة، اللغة يقدر يكون صدمات نفسية نعم. واضطرابات النطق تقدر تكون عضوية. هذه اللي ما هضرناش عليه نسيدو. يقدر يكون مثلا عنده الفتحه هذيك لا فونت لابيو فيلو بالاتين هذوك لي بيك دو ليفغ، هذيك يكون يهضر من نيفو. نعم الهواء يهرب له من نيفو، هذيك شويه لازم له فريمون بريزون شارج ملي يكون صغير باش نصحوا له طريقه اخراج الهواء من الفم، ما يخليش يهرب له من نيفو، هذيك اللي شويه تاخذ فريمون مده اطول. واللسان المربوط ايضا مشدود. اللسان المربوط هو حرف الراء، هذاك يعطل حرف الراء، لكن هذاك ينحوه يتصحح حرف الراء. كاين ثاني حرف اللام يكون عنده باراليزي مثلا لسانه ثقيل. احنا نقولوا لسانه ثقيل، عنده باراليزي في لا لونغ، ما يقدرش يحركه، قول لا لا لا، ما يقدرش يطلع لسانه ويحبطه بطلاقه، يكون ثقيل لسانه، هذيك ثاني لازم له لي ماساج، لازم له لي ماساج في لسانه، لازم له ليزيكزارسيس تمارين تاع اللسان، نقول له خرجوا حطوا هنا هنا هنا، نوري له وين يحط لسانه، لازم يتعلم يخرجوا، كاين اطفال ما يقدرش يخرج لسانه. هذه ثاني، كاين ثاني لو شلانتمون هذاك يقول شا يخرج الهواء منا ومنا، هذيك لازم نصحوا له ثاني طريقه اخراج الهواء بطريقه صحيحه باش يولي يخرجوا منا من دوفون من الامام تاع اللسان. فيه زملاء يقولوا لي في اتصال، يقولوا صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا سيداتي، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك اخت ايمان، لاباس؟ الحمد لله بالف خير، شكون معنا ومن وين؟ معك ام ميرال من قسنطينه. مرحبا، تفضلي بسؤالك، هي معك الاستاذه. الله يسلمك، صباح الخير دكتور. صباح الخير، صباح النور مدام. تفضلي. الله يسلمك، حبيت نسقسيك برك، عندي بنتي في عمرها 4 سنين ونص دركا. الله يبارك، نعم. أي يسلمك، كانت ما تحكيش مليح، زايدة في 7 شهور عندها كل شيء ناقص تاعها، اللغة نطقت روطار، كل شيء تاعها روطار. نعم. ودركا كانت ما تنطقليش حرف القاف، دركا غير وين ولات تنطقو، بصح الراء والشين ودوك ما تنطقهمش مليح. نعم لازم لها تصحيح مدام، بنتك دارت تأخر دونك لازم لها إعانة، عندها صعوبة في التعلم. مادام دارت تأخر عندها صعوبة، نعم. كي مرات صعيبة عليها خلاص تنطقها، وبصح تقرا نورمال مع الأولاد والشيخات حتفهمها كل شيء. لا لا، من الأحسن يا مدام تديها للمختص أورطوفوني يصحح لها النطق تاعها، كاين الحلول دوكا مدام،
تقدري تديها للمختص الاورطوفوني يصحح لها الحروف اللي ما راهيش تنطقهم مليح. ما لازم نديها ما نبقاش لازم من الاحسن مدام، مستحيل باش تصحي لها انت وحدك، ما تقدريش. هاي 4 سنين ونص واش تسناي؟ راح تدخل المدرسه العام الجاي ان شاء الله. تلقى مشاكل مع التلاميذ تمدرس. نعم التنمر من بعد تبدا تعيش تنمر داخل المدرسه. فوالا جوستومون هي برا كي تعود برا مع الناس ما تلقيها ما تمشيش تحكي معاهم بزاف. ايه شفتي تحشم ما تحبش تهضر. ومن بعد تتعقد تولي ما تحبش تهضر تولي. من الاحسن صحي لها دوك مادام صغيره مادام. داكوغ دكتور. لاباس عليها. شكرا على الاتصال. يسلمك الله يسلمك ربي يعاونكم. شكرا لك. الناس اللي يستهزاو وما يعالجوش الابناء نتاعهم، الى اي درجه يمكن انه تتازم الحالة ممكن تكون هي حالة صحية مشكل صحي نقدروا نقولوها مشكل صحي؟ نعم هو في الصحة اللغوية الصحة اللغوية وراح يأثر على الصحة النفسية. صحيح. التنمر أنا جاتني مرة خطرة كنا في ستاج في كي كنت ندير الستاج تاعي جاتني مرة في عمرها 30 سنة عندها مشكل في النطق ما تنطقش حرف السين. صححناه لها ولكن تلما ولفت كي قالت لنا السين تاعي الأولاني خير ما جا ما اقتنعتش باللي صححناه ولا قالت لنا شغل والفت وتقبلت. ايه كاين اطفال يتقبلوا ما يحسش باللي عنده مشكل ولكن كاين اطفال يولوا ما يهضروش يولي يغلق على روحه يولي ما يخالطش الناس يتعقد نفسيا بسبب اضطرابات ويولي يتفادى ينطق الكلمات اللي عنده فيها مشكل. نعم الحروف. بزاف حالات اللي صالهم هكذا. الان نشوفوا بزاف دراري يقدروا يتكلموا بلغات يعني يتكلم الانجليزيه الفرنسيه حتى العربيه. يقدر يكون لغة ما فيش ما عندوش فيها مشاكل ولغه اخرى عنده فيها مشاكل في النطق مثلا الاحرف العربيه جه صعيبه. نعم. على الاحرف اللاتينيه. نعم كيما حرف الحاء ما كاش القا الكا هادو بزاف اللي الاطفال ما يعرفوش ينطقوهم باسكو هي حروف حلقيه ممكن ديري له هكا ما يحسلاش يحسلها لداخل ممكن لازم تحطي اليد على الحلق. لعا لعا تانيت كاين بزاف اطفال عندهم يهضر لك فرونسي نورمال بصح العربيه لا لا. كاين سؤال استاذه تقول السيده انا ام محمد عندي بنت عمرها 5 سنوات عندها الماء في الاذن اليسرى نسبه شبه معدومه وتعاني من بعض الاضطرابات ما تفهمش الكلمه حتى لو نصحح لها ما تحبش هل لازم تدخل اورطوفوني؟ في الاول لازم تدخل تاع طبيب مختص في الاذن والانف والحنجره يقدر ينحي لها الماء هذاك دير اون بتيت انترفونسيون دير عمليه جراحيه صغيره ينحوا لها الماء اللي في الاذن من بعد تولي تسمع مليح وتنطق مليح تولي تسمع بيان ومن بعد كل اشتهاء مازالها زديها للمختص الاورطوفوني. ذكرت نقطه مهمه يعني الاولياء في بزاف مرات ما يقدروش يقنعوا ابنائهم لكن الطبيب بالعكس يعني انتم كاخصائيين وش هي الطرق اللي تستعملوها باش تقدروا تقنعوا المرضى ولا الاشخاص اللي يجيوا يعالجوا عندكم مقارنه مع الاهل والاولياء اللي ما يسمعوا لهمش الراي؟ نقنعهم بالاضطراب تاعهم ولا بالتصحيح يعني كيفاش تتعاملوا انتم توجدوه نفسيا الطفل انه يتقبل العلاج؟ والله ما عنديش مشاكل في هذا المجال يعني يتقبلوه فاسيلمون. هي اصلا الطفل كاين اللي ما يتقبلش من الاولياء في حد ذاتهم بالك الطريقه تاعهم بالك الطريقه وبالك هو ما يتقبلش من الاولياء بيسكو ما مفشينه هما اللي دونك كي يجي يدخل شخص اخر وخاصه كيكون كيقولوا له بسيكولوج كاين شغل تجيهم حاجه غريبه كيقولوا نديك عند بسيكولوج مي كيجي يصيب باللي البسيكولوج هذا ما يخلعش شغل ما يخوفش كيما الطبيب ولا كيما انتم ديروا له ملف طبي الشخص اللي يجي عندكم. نعم. يا استاذه نعم الحاجه الاولى لازم تستقبل الام هي الام هي لازم تكون في الحصه الاولى دير معها ان اونتروتيان دير معها استجواب نطرح عليها اسئله على الحمل تاع الطفل هدايا تاع الولاده تاعو تاع الطفوله تاعو كيفاش تربى الامراض اللي تعرض لها في الصغر ديالو حمى دي كونفولسيون هادو كيتك عندهم دور يعني. وانتم نعم. تمدوا رساله للمدرسه اللي تمدرس فيها الطفل هذا باش يسهل التعامل معه مع الحاله تاعو. نعم حالات رحت حتى للمؤسسه تشرحي لهم الحاله كلمت مع المدير مع الاستاذ يعني الحمد لله باش هكذا يتفهموا الوضع تاع الطفل. خلينا احنا نتفهموا المشكل اللي راه جاينا من هذا الاتصال من عند سيده متصله امل من بوفاريك. الو صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا بك اهلا وسهلا.
وشاكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. راهي معك الاستاذه، تفضلي بسؤالك. صباح الخير استاذه، وشاكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. استاذه حبيت نسقسيك سؤال. عندي وليدي في عمره 5 سنين وعنده نفس المشاكل كيما حنا نقولوا وشاكي تهضري عن النطق، كيما الحرف الكا يقول له تا، حرف القا يقول له ا. ديته خطره لطبيبه ارطوفونيه بصح ما كملتلوش، باسكو شفت ما كيما حنا نقولوا ما تغيرتش، بقات نفس المشاكل يعني نفس الحاجه، يعني الحروف ما واساش فيهم، بقى هكا وراه يقرا بصح مازالوا عنده هكا المشاكل. نعم، شحال من حصه مدام ديتيه؟ شحال من حصه؟ ديته 5 ولا 6 حصص. نعم، ما تحسن في حتى حرف، ما مدام انت تقلقتي بالك. راني نزيد نشوفه، راه يزيد كيما حنا نقولوا يزيد يتعقل، ما زادش كامل افونسا، راه غير يستعاود يولي للور. مدام جوزتي له عند اخصائي الاذن والانف والحنجره؟ ديتو خطره كان عنده بوشون قلحتو له، بصح ما زادش واسع كيما حنا نقولوا، قعد هو. بصح مدام لازم استمراريه، حنا نديو بعض الحصص ومن بعدك تتقلقي تقولي مازال ما بانش، بالك وليدك ما يتجاوبش بسرعه، بالك لازم المواصله. يقول لك مول العقل في راحه، مول العقل في راحه، لازم تصبري شويه. والله ما نعرف، نشوف نزيد نتاكد، نزيد نديرو خطره واحده اخرى ونزيد نشوف. نعم، ولا بغيري المختص الارطوفوني غيري له، مالك هو ما تجاوبش مع هذا المختص. نبحثوا في واحد النقطه ربما ما سالناهاش الاستاذه، لكن نسالوها لك انت، شحال الاتعاب تاع الجلسات؟ شحال كنتي تسلكي دراهم؟ 150. 150 في الجلسه الواحده؟ كنت كل سمانه نروح. عندك مره في السمانه 150 ألف؟ اها. شكرا على اتصالك. شكرا لك سيدتي. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. يعني هي الاتعاب، ما نسوش التعب اللي يقوم به الاخصائي الارطوفوني. صح، الارطوفوني، لانه الجلسات تكون جلسات فرديه، يعني باش يمد من وقته ومن جهده الواحد برك، هذا هو الشيء اللي يخلي الاتعاب وربما يتذمر منها بعض الاشخاص باختلاف ربما المستوى المعيشي لكل صحيح شخص. صحيح صح استاذ. نعم، كي تكون كما يقولوا في وليدك لازم يعني الانسان ما يستخسرش. نعم، من الاحسن. احنا متعودين على طبيب المدرسه، فيه اطباء مدرسه. نعم. صح. نعم، ولا المستوصف الخاص بالمدارس كاين ارطوفوني. كاين ارطوفوني نعم. إيه؟ ولكن يكون عندهم بزاف الضغط وعندهم الغاشي وعندهم ما من الجلسات الفرديه ما تاخذش 45 دقيقه، ما يقدرش يمد له 45 دقيقه، وما كاين بزاف ناس يتستنى، كاين اضطرابات ما يقدرش يشدهم باسكو ما كاش لي موايا، ما كاش ماشي كيما الخاص. ننصحهم يتوجهوا للخواص من الاحسن، ويكونوا ناس اللي تعرف، خاطر ماشي كامل المختصين الارطوفونيين يعرفوا. مانيش كيما يقولون ويتخلصوا من المشكل على الصغر، نهضر ولكن باش يتفاداوا مشاكل اخرى على الكبر. صح. نعم. توصيات نختزلوا بها الموضوع استاذه؟ حنا نطلب من جميع الامهات، الحاجه الاولى يهتموا بلغه الطفل منذ سنتين، تبدا تهتم انه طفلها يتكلم، انه طفلها ينطق بطريقه صحيحه، تركز عليه باش حتى ولو كان عنده اضطراب، فهذا يعني الله غالب، هاي دارت لي عليها، على الاقل تكون دارت لي عليها. تتوجه للمختص قبل ما تروح للمختص، تروح تديه تشوف له حاشاك ودنيه دابور، لا ما عندوش مشكل كما قلنا الصمامات، ما عندوش مشكل في السمع، باسكو يقدر يكون نقص في السمع، نقص طفيف، هذا ما تفقلوش الام، ولكن المختص يقدر يفقلو. ما يتخوفوش من البي او ا، كيقولوا لهم ديروا له هذاك لو تيست تاع السمع، من الاحسن باش هكا نحيو الاضطرابات العضويه، تبقى الاضطرابات الخاصه بنا باش كي نخدموا الاز. ولا كان هذا الطفل ما تحسنش مده في كام في عمره 3 سنوات ونصف حتى 4 سنوات، من الاحسن تاخذ تتوجه للمختص. شكرا لك استاذه، استفدنا كثير من خلال هذه الاضاءه حول هذه المشاكل او اضطرابات النطق، تعرفنا مع بعض على سبل الوقايه والعلاج. ايمان نكملوا في ساعه محطتنا على فاصل مشاهدينا، من بعد المحطه الطبيه شي خبير في نغم جميلنا هذه، وكامل بها دو يلتحقوا بنا. ما بتعرفوا علاش انا نضحك؟ عندنا زوج ضيفتين اليوم في البلاطو، عندنا ضحكنا عليهم انا ولطفي، وضحكنا عليها دكتوره ماشي عليك على الضيفه اللي معك. نرحب مباشره باحلى دكتوره جنى طبيب. نعملوا جينجل جنى طبيب. اسمحوا لنا جنى طبيب، اليوم طبيبه اللي جاتنا دكتوره عتيقه هادي الطبور.
طبيبة الجلد راح تعرفوا على الموضوع وتعرفوا على الضيف الجفن. نرحب بأخصائية الجلد والتجميل أيضا الدكتورة عتيقة هادية الطبور الحاضرة معنا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا. صباح الخير والورد لكل المشاهدين الكرام في كل الولايات وربوع الوطن. مرحبا بك. تعرفوا على ضيفتك اللي جبتيها نعم، أنا جئت اليوم بضيفة صغيرة. طبعا الموضوع اليوم موضوع مهم جدا، موضوع التقرحات الفراش اللي هي ايضا نطلق عليها اسم تقرحات الضغط او الم السرير لي زيسكار، والكل يعني طبعا يعرفها يعني. وجبنا هاد الدميه الصغيره باش نوضحوا الاماكن اللي عاده يجب انه ننتبهوا ليهم عند الاشخاص الكبار اللي عزاز علينا، ما كاش اللي ما عندوش طبعا في لافامي اشخاص يعني كبار في السن، او اشخاص مقعدين، أشخاص حالتهم وقدرتهم الحركية محدودة، وهؤلاء طبعا هم الأكثر عرضة لحدوث هذه التقرحات وهذه المشكلة اللي هي ليزيسكا. هذه المشاكل تصاحب تمدد على السرير. نعم، يعني الشخص يكون مريض مقعد يعني. ومقعد أكيد. طبعا أكيد تقرحات الفراش أو ليزيسكا هي عبارة عن تغيرات تحدث في الجلد في أماكن معينة، وهناك عاملين رئيسيين يأثروا اللي هو عملية الضغط اللي على هذيك المنطقة يكون كبير، وبالتالي لا يسمح للدورة الدموية أن تتم بشكل سليم، ويحدث نقص في التروية بالأكسجين والمواد الغذائية في هذيك المنطقة محددا. وعامل ثاني هو عامل الاحتكاك ما بين الجلد والملابس والفراش اللي يوجد عليه هذا الشخص. وعادة هذه المشكلة تصيب فئة معينة من الناس اللي هما الكبار في السن، فهم أكثر عرضة لهذه المشكلة بسبب عدم قدرتهم على تغيير وضعهم بشكل دوري. وعندنا طبعا الأشخاص اللي عندهم محدودية الحركة بسبب مشاكل في العمود الفقري، إصابات أو جلطات دماغية تؤثر على الجهاز العصبي، وهؤلاء الأشخاص أيضا هم معرضون. كما قلنا السمنة تأتي كعامل طبعا خطورة، وسوء التغذية أيضا يأتي كعامل خطورة ليزيد المشكل. أيضا نقص الإحساس أو مشاكل في الأعصاب وإصابات في الحبل الشوكي طبعا هذا يقلل ويزيد من المشكل تاع ليزيسكار أو التقرحات الجلدية. وش الأعراض؟ الإصابات نعم. تكون بالألم تتم على ولا تكون بمراحل؟ نعم طبعا التهابات. التقرحات في الفراشية أو تقرحات الفراش ليزيسكار تمر بمراحل. ففي الأول البداية تكون في تغير في اللون والملمس في الجلد، يصبح هناك إحمرار بسيط في الجلد مع تغير في الملمس، وطبعا هذه الحالة اللي هي تكون بداية لظهور التقرحات. لهذا ننصح طبعا جميع الناس اللي يلتهوا بأشخاص عندهم هذا النوع من المشاكل تاع محدودية الحركة وكبار في السن وما يقدروش يزغدوا في الفراش بسهولة، أو أنه مقعدين على كرسي، ننصحهم أنهم دائما كل يوم يقوموا بتمرير يدهم على كل المناطق اللي راح نركزوا عليها اليوم، مناطق أي تغير في اللون أو في الملمس أو طبعا في التكستور تاع الجلد أو نوعية الجلد ببنية الجلد. طبعا المرحلة الأولى اللي هي تكون بإحمرار فقط، وبعدها إذا لم نقم بالوقاية بالوسائل المناسبة اللي راح نذكروها نمر للمراحل الثانية والثالثة اللي هي تكون طبعا بحدوث تقرحات، ظهور تقرحات أولا تكون سطحية ومن ثم ممكن أن تكون عميقة قد تصل حتى إلى العضلات والعظام. وطبعا هذه التقرحات يجب علاجها، وهناك بروتوكول للعلاج سنحاول أن نتطرق إليه. وطبعا في حال لم يتم العلاج وأصبحت مزمنة ممكن أن تؤدي إلى تعفن في تلك المنطقة وحدوث التهابات ديزانفكسيون، بالإضافة إلى في الحالات الشديدة المزمنة التي تستمر لعدة يعني فترات طويلة ممكن حتى أن تصبح مسرطنة، يعني تقرحات مسرطنة. نعم، غالبية التقرحات نستطيع أن نقضي عليها ونصيب لها الحل عن طريق العلاجات والعناية اليومية، لكن هناك حالات قليلة ممكن أنه يكون فيها صعوبة في العلاج.
طبعا نتطرق طبعا لكيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص المحدودين الحركة أو الكبار في السن. من المهم جدا أنه نغير الوضعية. نحن نعلم أنه في ليلة واحدة الإنسان طبيعي تقريبا يغير الوضعية تاعه بحدود 40 مرة، يتقلب بطريقة طبيعية معدل معين. نعم تلقائية. نعم. يعني تلقائية. ولدينا كمثال في سورة الكهف طبعا يقول لك يتقلب بذات اليمين وذات الشمال في بمعنى الصورة. نعم، وهذا طبعا إعجاز أنه التقلب ضروري جدا حتى لا يكون هناك ضغط على كل مناطق الجسم. فبعدها طبعا إذا لم يحدث هذا التقلب بشكل يعني جيد، ممكن أن يصبح هناك مناطق ضغط ومناطق اللي يكون فيها الجلد رقيق وغير مبطن بالعضلات بشكل كبير. طبعا هذه المناطق سنقوم طبعا بتوضيحها على هذه الدمية الصغيرة حتى يعلم المشاهدون. عادة لا أعرف إذا الكاميرا واضحة. واضحة الصورة. نعم. لدينا منطقة أسفل الظهر، طبعا هي منطقة تحدث فيها الكثير من التقرحات لزيسكار. لدينا منطقة أخرى للضغط اللي هي منطقة لوتالون أو منطقة الكعب. نعم الكعب والكاحلين، أيضا الكعبين والكاحلين. لدينا أيضا منطقة لوحة الكتف أو لدوزوموبلات. لدينا أيضا منطقة أسفل الرأس هنا. فمن المهم بالنسبة للشخص اللي عنده شخص كبير في السن ينتبه لهذه المناطق، منطقة الكوعين أيضا. فهذه المناطق كلها من المهم الانتباه إليها، من المهم أنه يتم عمل مساج في تلك المناطق، تدليك يومي في تلك المناطق، وتغيير للوضعيات والانتباه لهذه المناطق إذا صار فيها أي إحمرار تغير. أو كما قلنا تغير في اللون أو الملمس في الجلد، حتى نسهلوا حركة جريان الدم. نعم دكتورة. حتى نسهلوا حركة جريان الدم. وهناك طبعا يجب أن ننوه أن هنالك أفرشة يعني فراش خاص يكون معبأ بالهواء أو بالماء يساعد على التقليل من هذه المشاكل عند الكبار في السن. هذه دكتورة للوقاية. بالنسبة للعلاج دكتورة، نعم. هل تستدعي أن نروح عند الطبيب ولا يقدر يعني اللي يعتني بالمريض يدير بعض ربما الأدوية اللي تساعد؟ شكون المختص، المعالج الفيزيائي ولا طبيب الجلد؟ هو طبعا الناس اللي عندهم دراية كافية بليزيسكاغ أو بالتقرحات الفراش هم طبعا أكيد أطباء الجلد، كون الجلد هو جزء من 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 المهام تاعهم. عند الممرضين أيضا، الممرضين والممرضات لديهم معرفة كبيرة في هذا الشيء، وخاصة في وحدات العناية المركزة اللي هي الاي سي يو أو لاغيانيماسيون، أطباء لاغيانيماسيون، أطباء التخدير والأطباء اللي يعملوا في لاغيانيماسيون أو في العناية المركزة، هؤلاء لديهم دراية بهؤلاء الأشخاص اللي يدخلوا في الكوما، اللي يقعدوا لفترات طويلة وهم يعني مستلقين مثلا على الجسم ويكون هناك مناطق ضغط معينة في الجسم. هذا إذا كان داخل المستشفى. أيضا الأطباء العامين يعني بشكل عام يعرفوا هذه الأمور بالإضافة للممرضين والممرضات. أكيد. فطبعا احنا قلنا أنه هذا المشكل يتطلب علاج. هل هو يتطلب زيارة طبيب؟ أكيد في كما قلنا مرحلة الوقاية ممكن أنه الشخص يعني هو وحده يفحص الجلد ويفحص الجسم للشخص الكبير في السن اللي عنده أو الشخص المريض المتواجد، وذلك طبعا بتبرير اليد وملاحظة ملمس الجلد ولون الجلد، بالإضافة للانتباه أيضا لتغيير الوضعية للشخص وعدم تركه في وضعية واحدة لفترة يعني كبيرة. ومن ثم إذا طبعا لاحظنا أي تغير وهذا التغير استمر أكثر من يعني نقوله 48 ساعة أسبوع، ففي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب حتى يعطيه البروتوكول اللي لازم يتبعه. هناك تقرحات تكون جافة يعني ناشفة، وهناك تقرحات يخرج منها مثل الصديد، تكون هذه العناية فيهم تختلف قليلا. أكيد أنه أهم شيء أنه العناية بالتنظيف النظافة، وذلك باستعمال مواد معينة، مواد مطهرة يعني لهذه المنطقة. يجب أن نستعمل صوابين تكون خالية من العطور وخالية من المواد الملونة وتكون محايدة يعني نوتخ، بالإضافة لممكن استعمال البيتادين أو غيرها من المواد. ويجب أيضا في مرحلة الوقاية استعمال الكريم المرطب اللي نرطب به كل الجسم.
طبعا مع الملاحظه انه الوقايه من التعرق، التعرق هو ممكن انه يزيد لاماسيغاسيون او يزيد من المشكل. هذا واش كنت راح نطرح لك سؤال، لانه المنطقه كاين وضعيه الجلوس للشخص الطبيعي العادي يعني يتعرق في المنطقة اللي يكثر من خلالها التركيز أو الضغط الجسم. ماذا عن الشخص اللي يكون ممدد؟ لهذا المشكل كاين حل، كاين نيزاليز أو كاين أفرشة خاصة توضع حتى تقلل يعني تزيد من الامتصاص تاع العرق، وبالتالي تقرر من هذا يعني المشكل تاع التعرق اللي ممكن أنه يدير لاماسيغاسيون أو يدير مشكلة زيادة احتمالية حدوث تقرحات. هل من لباس خاص ينصح به؟ أكيد نحن دائما ننصح أنه تكون الألبسة قطنية، لأن القطن هو قماش طبيعي ويمتص العرق، وأيضا للكبار في السن الذي طبعا يستعملوا ملابس معينة يجب أن تكون فضفاضة. الملابس الضيقة أكيد هي راح تضر، حتى الكوش عند الأشخاص الكبار في السن يجب أن تكون كبيرة ولا تكون ضيقة حتى لا تسبب لهم طبعا تعرق زائد وحدوث فطريات أو التهابات جلدية. فمن المهم أنه بعد التنظيف، بعد مرحلة التنظيف أنه تأتي مرحلة استعمال المراهم، نحافظ أيضا في نفس الوقت على الغذاء عند المريض، لأنه سوء التغذية ممكن أن يزيد من المشكلة ويؤدي إلى حدوث مضاعفات للتقرحات الفراشية. طبعا المضاعفات كما قلنا ممكن هي تكون الالتهابات، سواء التهابات فيروسية أو بكتيرية أو غيرها. ما ننساوش كاع نهضروا على نقطة الالتهابات الفطرية، فهذه تتميز بحدوث احمرار شديد مع وجود بثور، وأحيانا سيسيل منها مواد صديدية، وهذا اللي يميزها، وتحتاج لكريمات مضادة للفطريات، تكون طبعا كريمات موصوفة عن طريق الطبيب. يجب عدم التردد في طلب مساعدة الطبيب حتى يعطينا البروتوكول، وبعدها الأهل يطبقوا هذا البروتوكول حسب تعليمات الطبيب. ضروري أيضا أن نقول عند الكبار في السن إذا كانوا يعانوا من داء السكري أيضا أو ضغط الدم، فهؤلاء طبعا معرضين أكثر أيضا إذا كانوا كبار في السن، بسبب أن الجلد يعني يصبح أرق ويصبح أقل مرونة، وبالتالي يكون نسبة تعرضهم لهذا المشكل أكثر. وبالتالي من المهم أنه نلتزموا بكل الوسائل الوقاية اللي ذكرناها حتى لا يكون هنالك أي مضاعفات اللي أحيانا ممكن تؤثر على المريض وتؤدي إلى تسمم في الدم أو انتقال للالتهاب أو الانفكسيون حتى في دم المريض. مضاعفات كثيرة. نعم، فهي المشكلة إذا تعالجت في البداية بوسائل الوقاية المختلفة ممكن أنه نحدوا منها، وممكن أنه نحلوها بمئة بالمئة بطريقة سليمة. نعم. وتسبب آلام دكتورة؟ نعم، ممكن أن تسبب آلام. كما قلنا هناك أشخاص اللي مقعدين أو اللي عندهم مشاكل في الحبل الشوكي أو جلطات دماغية وحتى السكري أو أمراض عصبية معينة يكون عندهم الإحساس قل، يعني هم ما يحسوش بالألم بسبب الإصابات في الجهاز العصبي، لكن طبعا هناك حالات تكون مؤلمة ويتم علاج الألم طبعا بأقراص مناسبة حتى طبعا نوفروا يعني كما يقولوا كل ما هو راحة بطريقة آمنة لهؤلاء الكبار في السن. شكرا لك دكتورة، شكرا كثيرا من خلال الإضاءة. ندعوك بالشفاء العاجل لكل مرضانا ومرضى المسلمين. نورتينا بحضورك إطلالتك. أهلا وسهلا، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. مكملين مشاهدينا في استعراض محطاتنا وفقراتنا. يهضر الشيف نديم وراه لاحق في وصفاته. نديم واش راك دير؟ وشنو هاد بغيت نعرف وشنو هذوك؟ داير لاموس تاع الكرافس. نعم، لا رانا الموس اللي راهي واجدة وحاضرة. نعم، وتنتظر فقط ان نذوقوها. هذه خليت لك شي باش ذوق. بسم الله. نعم، خليت لي الاغصانة هيك تريحيها، هي تجي فيها شوية الاغصان هذوك لهنايا. ما كانش رائحة. نعم، خاطر الله اللوغو تاع الطون وتاع زيت الزيتون يغطي هذيك الرائحة تاع الكرافس. صدقوني ما ضاعت رائحة الكرافس. يعني الناس اللي يتذمروا من ريحة الكرافس اللي تكون قاسحة صح قوية جدا، صدقوني بهذا الوصفة تقدروا تستفادوا من فوائد الكرافس وتستغنيوا على الرائحة اللي تكرهوها تاع الكرافس،
وتعوضوها بالطون، رائحه الطون اللي راهي طاغيه في الفرنسا. نعم، رائحه الطون وكذلك كميه زيت الزيتون، زيت الزيتون هذه هي كذلك تغطي هذيك الرائحه كاع تاع الكرافس. ولا انا حبيت نضيف لها جبن ابيض، ولا تجيب لها كريمه واسمها ياغورت ناتشور، ولا بتي سويس، ولا يقدر باش يلعبوا على الذوق. نعم، كما تحبوا كما تحبوا. نعم، لا درنا كميه هنا تاع خبز يابس ولا شابلي ولا هنا طبيعي باش ما ناكلوهاش بالخبز. اي صح، درنا لها كميه باك باش ما تجيناش قاعدين تقهم. نعرفوا اللي موس هذوما كنكثروا منهم بزاف مع ديك الهضره. مبدع الشيف نديم، ربي يخليك. مبدع مبدع ما شاء الله. لهنا درنا لهم كميه تاع لا شابلور باش نقدروا ناكلوا هذيك لاموس تاعنا، ولا ناكلوا الخبز ولا ما ناكلوش الخبز. انا لا شابلور ديجا راهي يابسه ومنشفه وكل صافي، تكون صحيه راهي 100%. برافو عليك، شكرا لك. إذا مشاهدينا كانت هذه طريقة تحضير هذه الأطباق، في انتظار أن كل الأطباق تكون واجدة نروحوا على محطات أخرى نستفادوا من خلالها، بدون نستفيد من حضوركم المميز. كثرونا فقط من اتصالاتكم مشاهدينا، وضعنا تحت تصرفكم رقم تليفون واحد وأوحد، أيضا تطبيق الواتساب يمكن توظيفه، وحتى المواقع التواصل الاجتماعي. كل من فاتته حلقة من حلقاتنا يمكن أن يعود يشوفها يتابعها، وأيضا يراسلنا من خلال دير نهدي ولكل الناس اللي تحقوا بنا وحبوا برنامجنا الصباحي خدماته بامتياز. وحنا ايضا نحبوا انكم تفاعلوا معنا وتتابعوا الحلقات وتستفادوا من كل محطاتنا وفقراتنا. محطتنا المواليه نخصوا بها كل محبي الطبيعه، صح ايمان؟ صح لطفي، وانا نسمع في هذا النغم الجميل الفنانه ادير ربي يرحمه، كي تذكر منطقه القبائل واش يجيك في راسك؟ الغابات، الغابات والطبيعه والخضره. اليوم انا محظوظه جدا راني في وسط الطبيعه هنايا اليوم انا لطفي، فيها نشوفوا نماذج جميله للنباتات مختلفه راح نتعرفوا عليها اكيد مع المبدع لنهار اليوم رضوان. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بك ايمان. صباح النور. صباح النور رضوان. اهلا لطفي. صباح النور مسلمين. نورتنا. هي قالت محظوظين بالنباتات، انا نقول لها محظوظين برضوان. لا قلت لك محظوظين بالمبدع لو حاضر معنا. ما سمعتهاش هذه اليوم. علاش مبدع؟ صح ابداع اليوم لطفي. لا انا لطفي شفنا في الكواليس، لكن حابين انكم انتم تركزوا معنا مشاهدينا. هو كي تكلمنا على الموضوع قال لي راح ندير الصيص، راح نزينه ببعض النباتات اللي تكون نباتات بريه ولا منزليه ونديروا يعني لوحة جميلة هكذا. لكن اليوم تفاجأتنا، جبت لنا غابة راهي هنا. سيتي بريفي. صباح النور. سيتي بريفي نجيب غير هاد لي بوكال دو ناتور هادو تاع لي كاستيوس. سيتي بريفي نجيب غير هادو. هادي هذا هذا. كاين انواع ديكور يعني المنزلي. كاين انواع بالسلل ينداروا بكاع كاين بزاف. ومن بعد هذه كنت غنجيبها لكم ان اوتر جور. ومن بعد كان عندي الوقت، كان عندي الوقت، قلت نفاجئهم بهذه. ما شاء الله. قلت نفاجئهم بهذه. الور كان عندي الوقت، هي تكلت على ربي واسمه. بون هذه تعتبر على طبيعه. طبيعه صغيره كما يقولوا، طبيعه صغيره. غابه مصغره. غابه مصغره. غابه مصغره. فيها منزل في وسط غابه. كيفاش نشوفوا لي ديتاي يعني التفاصيل؟ ما نعرف اذا ينجموا يزومين ولا ما ينجموش يزومين. لا اكيد اكيد يقدروا الزملاء. انا نشوفوا درت هنا بيت صغير، بيت صغير بالخشب. كاين البير هنا. داولي بالقصعه اللي دالي بدا بها القصعه هذيك الجفنه هذيك. الجفنه هذه سي تراديسيونيل. سي تراديسيونيل واش دير فيها؟ فوالا سي تراديسيونيل. فوالا كاين البير. كاين قنطره هذه تحتها لكم. تحتها لا ريفيير هذه. شوفوا هكا، شوفوا هاكو تشوفوا هكذا. اوكي هذا المنزل ياخذ لنا الدار بالخشب. تحتها لا ريفيير. تحبوا النهر. تحبوا تزيدوا شويه ما هنا يبان الماء خير. يبان الماء خير. وانا لو كنطفي الضوء يبان المنزل في وسط واسمه. انا صورتها. وهاد الحس تاع الماء شغل نهر. وي وي هيدا بالحس تاعها بكلش. بون نقول لكم كيفاش نسقوهم هذوما نباتات. بون كيما هذوما وين يندارو الاخت ايمان؟ هذو ثقافتي في النباتات محدوده. صح معليش. هذوما يندارو كيما يقولوا في دي ريسبسيون. في دي ريسبسيون اسمو يتحطوا في ريسبسيون اسمو. وما تسقاوش كما يقولوا تولي جو خطره في السمانه هكايا، خطره في 15 يوم ماشي ما قاوي ولا كما يقولوا. وهذوما لي بوكال هادو، هادو لي بوكال هادو تنجموا تهدوهم.
تنجموا تهدوهم كما يقولوا للشخص اللي رايحين ليه. تهدوهم كما يقولوا هديه جميله. فوالا ما تنسقاش بزاف. ما تحتاجش بزاف العنايه يعني هذا هو اهم شيء. واحد كيما يقولوا خدام اللي خدامين خرجوا لي كومبليت. واحد راح يفتح حانوت ما على باليش. واحد راح هادو مملك الديور. شابين يعني مملك الديور هديات بريزونتابل يعني هديات حاجه كيما يقولوا قيمه كاين بزاف. كاين هكذايا كاين بالسلل كاين زجاجات واحد اخرين. سي فريمون رجولي. وهنا واش استعملت نباتات نوعت يعني مجموعه من النباتات. كاين مجموعه تاع لي كاستيوس فوالا لي كاستيوس. كاين هدايا هذا يعيطوا له كاين سرخص. هذا يعيطوا له هذا سرخص لطفي. هذاك سرخص هذاك. هو واقيلا ما اعتقد. لا فوجور يعيطوا له البولي بود. هذه شجره المرجان. جات المرجان. هذه نشوفوا فيها ثاني هنا. جات المرجان هنا ثاني. وهذه هي لا لونغ لابيل مير. كاين اللي يعيط لها كاين يعيط لها تاع الحنش. لا بو لا بو تاع ثعبان. بيتها هذه صح. فوالا. وباش خدمت هذاك الماء رضوان كيفاش درتو؟ الماء كيما يقولوا باش هكذا ولا يمشي وتريسيتي او ابداع. ديري ديري دي واسمو دي بوكال بعد ديري فيهم الموتور وبعتي التريسيتي تو واسمو مام انا نخدم ثاني لي فونتان. لي فونتان اللي يطلعوا الماء ويهبطوا. كيف يعني عندك خبرات اختصاص ديالك. نافورات فوارات كاش نهار ان شاء الله نجيب لكم فواره ان شاء الله حطوها هنايا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ومطلوب هذا النوع من الاصيص هكذا يعني نقولوا وي وي فوتو يشوفوها واسمو يكون مطلوب باسكو الناس نباتات هذوما صديق يكونوا كما قال لي خونا لطفي نباتات هذوما يكونوا انديفيديوال وحدهم وحدهم يكونوا مانيش نقول لك ماشي شابين صدير كي ديرهم هكذايا دون اون ديكوراسيون يكونوا خير يزيدوهم قيمه والسقيه نتاعهم لانه كاين نباتات اللي تحتاج بزاف ماء وكاين نباتات اللي ما تحتاجش بزاف الماء. هذوك لي كاستيوس كاع خطره في 20 يوم خطره وزيد دير لهم شويه خطره دير لهم كويسهم كويس كيما يقولوا تاع الشام برك تاع ماء. وهذوما وهذوما كي تسقيهم دو بريفيرونس تسقيهم في هذيك لافابور هذيك. على لافابور باش ما توسيلكش الدجاج شاك فوا تبدا تمسحي. ديري بقطرات قطرات قطر برك قطرات وخطره في 20 يوم اخترت احجار يعني درت كوكياج. وي هذاك لو بلو هذاك لو بلو هذاك لو بلو عباره احجار اتونسيون روحي كولون 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 هذاك لو بلو عباره شغل في عباره تاع ما تاع ما عباره يروح هذا يروح يروح بالماء يروح. او جزمنا الياس مع مخرجنا حتى نشوفوا كافه التفاصيل اللي ظاهره الان صراحه. هذه لازم تتزوم. شوف الدويره هذه. هذه لازم تتزوم. شوفوا الضوء والنهر الغابه منا ثاني بالحجره. الله يبارك ما شاء الله. انا حبي هذه واش يقدروا يزينوا بها رضوان وين يديروها ندخلها تاع الدار فوق طابله وين في الجنان تندم في الصالون. صالون صالون صادير دوفون لو دوفون البالكون لا دوفون كولوار وين شي حاجه روعه ماشي لا رائعه رائعه صراحه ابداع. انا نشوفه في التفاصيل والبير بان البير ولا مازال يعني حتى البير ضافوا رضوان والله ما شاء الله. هذه مع كان جا الضو طافي في الليل يعني وي صورتها ضو طافي اللي مانيفيك فريمون اللي مانيفيك مع الظلمه وتسمع هذا الحس يجيب لك ربي صحرك في الطبيعه. هاو البير انا فيه الماء البير ما درتلوش الماء ما درتلوش الماء او كاين النهر قدامه معليش عادي. والجسر الله الله والله ما شاء الله عليك يا رضوان مبدع صراحه يعطيك الصحه. الله يسلمك عايشة. شكرا شكرا جزيلا لك رضوان نورتنا بحضورك. شكرا ايمان شكرا اخونا لطفي وشكرا لطاقم شروق نورنا دائما بحضورك رضوان شكرا جزيلا يعطيك الصحه.
مشاهدينا مازلنا متواصلين، نروحوا لطفي عندنا نروحوا الى محطه اخرى. الاستقبال الصباحي لاطفال في روضة لحظة مهمة للنجاح. الموضوع بقراءة ومرافقة من زميلنا زكريا فريدي، نتابعوا مع بعض تفضلوا. بابتسامة وبشاشة وجه يستقبل الأطفال في هذه الروضة. يبدأ العمل هنا في الساعات الصباح الأولى وكل بمهامه، من يحضر فطور الصباح ومن يقف على استقبالهم أحسن استقبال. الروضات تفتح الساعة 7 إلى ربع. هناك الأطفال اللي أوليائهم يسكنوا بعيد يجيبوهم في الصباح الباكر، كاين مربيات اللي يفتحوا للروضة ويبدأوا العمل لاستقبال هؤلاء الأطفال، ومن بعد في الساعة 8 يجوا بقية الأطفال. نخدم صباح نجيب وليدي للمعتان، صباح نلقاهم فاتحين يفتحوا جو بونساد على 7، بصح أنا نجي نورمال لو طون لي نخدم نحط وليدي يستقبلوه بيان ندي العشية. أنا هنا شيف دو كويزين، نجي 7 تاع الصباح ندخل نبريبارهم الكوتي سا ديبون واش، كيما اليوم درناهم بايكيك نهار تكسرها سا ديبون واش نديرو لهم، ونعطو لهم الكوتي ومن بعد نبدا في الفطور. النشيد الوطني والدعاء الصباح أهم ما يبدأ به يومهم هؤلاء الأطفال. أول شيء نقوم به هي النشيد الوطني طبعاً باش نربوا الأطفال على حب الوطن، وبعد ذلك لما يوصلوا كل الأطفال كل مربية تأخذ أطفالها للقسم تاعها. الرياضة والأشغال اليدوية وعدة أنشطة أخرى يقومن بها المربيات مع الأطفال لاكتساب مهارات جديدة. هناك نشاطات عدة وهي مثلا نقول عندنا طبعا عندنا بروغرام نتبعوه، وهذا البروغرام فيه الرياضيات فيه الكتابة فيه الرسم فيه التلوين. الأطفال الصغار يعني هي الروضة تتركز على التعليم عن طريق اللعب. أطفال يتعلمون 3 لغات، أولاً لغة الوطن وهي اللغة العربية ولغة القرآن، ثانياً اللغة الفرنسية، ثالثاً اللغة الإنجليزية التي هي لغة العالم. ما نقدروش نستغناو على الرياضة بالنسبة للطفل من صغر سنه. احنا يبدأ الرياضة تبدأ على في سن الثالثة والرابعة والخمس سنين، وزدنا لهم أطفال تاع 5 سنين زدنا لهم لو كاراتي، ورشة الطبخ، ورشة لا بينتور التلوين، تلوين، ورشات الرسم، ورشات لابوتخي هو الطين يعني يصنعوا حاجات بالطين، ومثلا ورشات لو جارديناج. الاستقبال الجيد للأطفال واستشعارهم بالسعادة صباحا يساعدهم في حب الدراسة والنجاح. هما أطفال صغار لازم احنا دايما عندنا المربية اللي تستقبل الطفلة عند الباب، لازم نختاروها، لازم تكون بشوشة الوجه ولازم تكون تضحك وتتكلم مع الطفل وتحطه في إطار في الأمان، تحطه في الأمان باش الطفل يحس روحه في بيته ثاني، في بيته ثاني، ويحس روحه راه هنا في مع أمه الثانية وهي المربية. دام راهم صغار الطفل يبدأ يتعلم الكتاب ويتعلم يشد القلم صغره، فالطفل اوتوماتيكمون يولي يحب يقرا. هذه هي الطفل خلاص، ما حتى الاولياء يجوا تقول لك ابني راهي في الدار يعاود الصوره تاع القران اللي حفظها. الطفل راه في مكان اللي يتعلم فيه واللي يتفتح فيه. مشاهدينا كنت معكم من هذه الروضه وين شفنا كيفيه استقبال الاطفال صباحا، اما انتم ابقوا مع بقيه فقرتنا ببلاطو صباح شروق. الروضة هي المحطة الغالية على قلوب كل الأولياء لأنه تعتبر أول خطوة للنجاح لأبنائنا، مستقبل مشرق لكل أبنائنا وأبناء هذا الوطن الحبيب. محطتنا الموالية ضيفة غالية على قلبي كثير لأنه هي أخت الغالي صديقي الغالي الراحل كريم أبو سالم اللي ترك فراغ كبير في الساحة الإعلامية. تحيتنا إلى كل من يتذكر
روح الغالي على قلوبنا كريم بوسالم، نترحموا على روحه ونترحموا على ارواح كل من غادرنا من احبه. كريم بوسالم غاب لكنه ترك العديد والكثير من المحطات الجميله في حياتنا، والمواصله والاستمراريه لا تزال من قبل اخت كريم بوسالم، دكتورة حاسبة بوسالم الباحثة في التراث وعلم الاجتماع، وهي فنانة في فن الزخرفة على الفخار. كان سبق لي أن استضفتها في محطات كثيرة من خلال مساري الإعلامي المتواضع عبر قناة التلفزيون العمومي أو حتى من خلال قناة الشروق تي في. راح تتعرفوا عليها وتتعرفوا على الأعمال الجميلة اللي تقوم بها من خلال عدد اليوم من برنامج صباح الشروق. حاسبة بوسالم يا أهلا وسهلا بك، نورتينا بحضورك. دكتورة أهلا وسهلا، نورتينا بحضورك. نورة بيكم وبالجمهور الكريم من وراء الشاشة الصغيرة. الله يرحمه ويسع عليه، والله يرحم الوالدة الكريمة اللي تحت بيتها. نترحموا على روحها أيضا. والله يرحم كل الناس اللي غابوا، لكن يبقوا حاضرين في القلب يعني. الغائب هو الغائب عن القلب. صحيح، وحضورك جميل. الله يسلمك. من خلال عدد اليوم من برنامج صباح شروق، سبق أنه التقينا في العديد الكثير من المناسبات. دكتورة حاسبة ما شاء الله عليك، مؤخرا حصلتي على مرتبة دكتورة أو رتبة دكتورة. منذ سنتين. لا، 3 سنوات تقريبا. الله يبارك ما شاء الله. وانا اقرا اعتذر. تفضلي حبيبتي. كنت حنقول نضيف لطفي انه وانا اقرا يعني مسيرتك ما شاء الله عليك. دكتوره في التنميه المستدامه، مختصه في مجال تسيير الموارد التنميه، مهندسه دوله بدرجه ماجستير، فنانه تشكيليه، معلمه حرفيه في الخزف، مدربه دوليه في التنميه، يعني ما شاء الله عليك. الله يبارك هكا حتى يزيد يتعرف عليك الجمهور. هي محطات اخرى يعني اضافات حباني الله بها والحمد لله. الموهبة الفنية هي موهبة ولدت بها يعني. هو كرم من الله سبحانه وتعالى. كمحبة للرسم والزخرفة، محبة لكل عمل يدوي، وفي نفس الوقت شاعرة، ورثت هذا الأمر من والدتي حبيبتي وأنا صغيرة كانت تدندن، والفخار أحببته من خلال جدتي رحمها الله. كل أمر يدوي، ليبريكول من الوالد، هو يبريكولي وأنا اللي قعد معاه كي الولد الصغير. يعني كنت نحب نلبس بيدي كل حاجة ما شاء الله. لكن العلم يعني الدراسات هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني وفقت في كل مشواري الدراسي منذ نعومة أظافري. الله يبارك ما شاء الله. ولما تحصلت على شهادة مهندس دولة لدرجة ماجستير في التكنولوجيا النسيج، كانت لا دانيير برومو اللي قراوها لي روس على ليبوك. رجعت الفني كنت نعاون راسي به، والعشرية السوداء أثرت يعني نوعا ما. ثم أسست عائلتي الصغيرة، ربي زوجي وأولادي، ربي يبارك فيهم ويحميهم إن شاء الله يا رب. وأعطيتهم من وقتي، وأكيد كان لازم نتفرغ لأنه هذا هو الاستثمار الحقيقي. صحيح. ثم عدت وأكملت دراسات أخرى في مجال آخر اللي هو تسيير موارد التنمية، التي وظفت فيها كفاءاتي الأخرى ومواهب الأخرى في استكشاف كل ما يمكن أن يكون مورد حقيقي للتنمية، وأول مورد هو القرآن الكريم. ما شاء الله. ثم الإنسان، الاستثمار في الإنسان. وهذا هو الأساس، الاستثمار في الإنسان. والحمد لله حاليا أحاول قدر الإمكان أن أجمع ما بين حسيبة الفنانة التي عرفها الجمهور أكثر في مجال الفن، ثم حسيبة صاحبة الكفاءة العلمية والفكرية والأدبية، لكي أسخرها إن شاء الله في خدمة الكونفدرالية الجزائرية لتنمية المجتمع التي أسستها ما شاء الله. ومؤخرا العام الفارط مؤسسات الإعلامية الراحل الدكتور كريم بوسالم ربي يرحمه ويسع عليه، وهي مؤسسة إنسانية تنموية تعنى بكل ما يساعد في الاستثمار الحقيقي اللي هو الإنسان. وين المقر كونك مقيمة بوهران؟ ما زلت في وهران؟ والله وهران لا تريد أن تطلقني. محظوظة بك وهران. وأنا أحب وهران كذلك. جميلة وهران بناس. أحب كل بلادي، لكن على ما يبدو أو إرضاء لوالدي الكريمين، والدتي الحبيبة رحم الله التي أوصتني قبل مماتها أن حلمها أن تعود حسيبة بالقرب منها، لأنه بعدي في وهران لم يتح لي الفرصة لكي أكون قريبة يعني يوميا منهما وهما تجرس. والدي الحبيب
اللي يحتاجني يعني أن يكون قريبة منه، وكذلك لربما لطفي وعزيزتي تواجد الدكتورة حسيبة أبو سالم في العاصمة حكمة لتسليط الضوء أكثر على هذه الكفاءات، على أن ترى النور بشكل أكبر ويستفيد منها المجتمع الجزائري بالشكل الذي يتمنى. في كل دول العالم العاصمة هي التي تنال النصيب الأوفر، صحيح، من حيث ربما التسهيلات الإدارية والفرص وغيرها. كيف تجتهدين حسيبة باش تمرر الرسائل الكثيرة والعديدة من خلال تجارب الحياة التي عشتها؟ تحدثنا كثير عن المسار العلمي، ونتحدث أكثر أيضا عن المسار الفني اللي تركتي من خلاله بصمة لا يستهان بها، ما شاء الله عليك. صح، الله يسلمك. نتحدث قبل على المسار الفني. الفن كيف جاء؟ من نعومة الأظافر. لكن كيف شاء الله لهذا المسار أن يصبح مساراً محترفاً؟ احترافياً، صحيح. بدأ وأنا طالبة في الجامعة، كنت مضطرة أن أساعد نفسي وأتحمل مسؤوليتي. وعلى فكرة كل لمن يشاهدنا الآن، كل من يريد أن يرسم طريق النجاح عليه أن يرسم أولاً خريطة الالتزام والمسؤولية، ثم تسطير ذلك الهدف. التزامي ومسؤوليتي أن أخفف العبء عن كل ما هو مثقل بالنسبة للماديات التي يحتاجها أي طالب. أنا درست بعيد عن البيت، يعني كنت أنترن 5 سنوات. والله طول عمر الوالد كان دائما ما شاء الله داعم حقيقي، الله يطول عمره. الحمد والشكر لله. بدأت من هناك وأنا طالبة في الجامعة، بدأت أرسم. في الأول كانت مجرد فكرة، ثم استحليت الفكرة، قلت إن شاء الله ستصبح موهبة يعني متكافئة مع علمي. وش كان مجال دراستك؟ مهندسة الدولة في تكنولوجيا النسيج، تخرجت ماجور دو ما بروموسيون. الله يبارك. avec 17 de moyenne، 17 معدل في لا بروموسيون تاعي، كنا 401 تخرجنا 25 مهندس فقط. الله يبارك. الحمد لله. وكان لاجل الوالدين. ومن بعد لما تخرجت صادفتني العشريه السوداء، فحرمت هذه الكفاءه العلميه من ان تشق طريقها في مجال الاختصاص هذا. لكن هذا لم يمنعني، وصلت علاقاتي بالنسبة لدراساتي مع مؤسسات أجنبية مثل فيرم جاكوبيلر في سويسرا، وكذلك مع الألمان اللي هم كانوا رواد في النسيج كذلك، وكان عندهم ممثل هنا. بالمقابل عدت إلى فني. تعرف فولت في لما تبدأي في حاجة ومن بعد تستحلي وتلقيها هي تجبدك، يصير إدمان إيجابي. وإيجابي لأنه الحكمة من الله سبحانه وتعالى أنه هذاك الفن كان باب فتحه لله سبحانه وتعالى باش يقول لي يا حسيبة، هذا الباب راح يسمح لك باش تزوري كل بلدان العالم ما شاء الله، وباش تفرضي نفسك كفنانة، وإبداعاتك متعلقة بروحك. لأنه الفنان ما عندوش روح جميلة، واللي ربي ما عندوش كرامة، ماهوش فنان، بصمة معينة. خلينا فقط دكتورة حسيبة، صحيح، دكتورة حسيبة، نذكر المشاهدين أنه يمكن للجميع التواصل معنا والتفاعل معنا من خلال تشكيل رقم التليفون، أو حتى من خلال توظيف تطبيق الواتساب. كل الأسئلة مرحب بها في برنامجنا مع ضيفتنا، أو حتى للقائمين على البرنامج كتوصيات نسجلها من خلال حلقات أخرى. صحيح لطفي، ونستقبل اتصالاتكم مشاهدينا على المباشر، الأرقام تظهر أسفل الشاشة. أستاذ الله يبارك، مسيرة جميلة. احنا في الجزائر بحاجة كثير لمثل هذه الكفاءات، وخاصة أنه في مرحلة حساسة اليوم أنه أنا نحافظ على كل ما هو تراث، صح، وكل ما هو، صح، جزائري. يعني الشيء الجميل أنك أيضا يعني تساهمين كثيرا في الترويج للتراث الجزائري، حابين نعرف كيف يعني. لا بد من ذلك. تعرفي أول شيء نقول لك عليه، حفاظ على التراث أولا أمانة، صحيح، ثانيا هو عبارة عن حب للوطن. يعني الوطن هذا اللي رانا فيه يا أحبابي ما هوش وطن عادي، وراكم على بالكم، يعني حضارة حقيقية. قبل أن تكون حضارة من ناحية الجغرافية أو من ناحية التراث اللي عاشته، هي حضارة إنسانية راقية جدا، صح، لأنه مروا من هنا علماء بارزين وناس وأولياء صالحين وناس كبار في الفكر والعطاء الفكري والأدبي، صحيح، والعلمي.
لكن لما تحدثوا عن التراث ناس كثير تغفل أنه التراث الحقيقي راه داخلهم هما. كل واحد فينا عنده بصمته وكل واحد فينا يقدر يبصم بصمة معينة في حياته بسطة بمساهمة ولو بسيطة صح. أنه يكون محافظ على أي حاجة تعقل تعلق بالهوية الجزائرية وهذه الهوية احنا مسؤولين عليها. في من خلال دراساتي الحمد لله توفقت أني يعني شاركت في مؤتمرات دولية ومثلت أحسن تمثيل بلادي واكتشفوا الدكتورة حسيبة بغض النظر عن الفنانة حسيبة وتوفقت كذلك من خلال الكونفدرالية أني نسقت مع والي غليزان من خلال جمعية رواد الخير في أسبوع دولي لفائدة الأرامل واليتامى الأسرة المنتجة من خلال الحفاظ على التراث. وكذلك توفقت في توفير دراسات قدمتها أشرت فيها إلى كيفية إدماج المجتمع في الحفاظ على التراث من خلال تشغيل الشباب بمؤسسات حقيقية وليس بورشات بسيطة يعني تكتلات شبابية بدل ما تصنع منتوج واحد تصنع أكثر من منتوج من خلال مادة خام واحدة. كيف يمكن الدكتورة حسيبة أن تصنع نجاح وتحافظ على نجاحتها وأن تفصل شخصيتها عن نجاحات المرحوم كريم أبو سالم؟ لأن الشخص الناجح يرفض رفض قطعي أنه يرتبط نجاحه بنجاحات حتى وإن كان شخص قريب وغالي. صحيح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. على كل إن أنا وكريم تربينا كالتوأم يعني ما هوش فرق في السن كبير الله يرحمك ويسع عليك يا أخوي الحبيب ونهلنا من بلاد القبائل الكبرى وجمال الطبيعة في الدشرة نتاع عماني زهير ربي يرحمها الله يرحمها ونهلنا من حب الخالة خالتي وريدة ربي يرحمها ربي يطول في عمرها اللي كانت قريبة لنا كثير وهي ما زالها سيليباتر آخر خالة كانت سيليباتر وهي شاعرة وتحب الأغاني كذلك إن شاء الله ومتعلقة بكريم أكبر تعلق. فكيف فصلنا أخي لطفي؟ لو سألتك نفس السؤال راح تجيبني نفس الجواب أكيد. لكل شخص خطة نجاح صحيح. ولكل شخص موهبة مختلفة ولكل شخص نجاحات. ميزة معينة ونجاحات وتسيير رباني في طريق النجاح. حبيبي كريم سير الله له طريقه في النجاح في مجال الإعلام ولربما لو خضت مجال الإعلام معه في نفس الفترة لربما لكنت بصمت بصمتي الكبرى لكن إن شاء الله كانت عندك ميولات إعلامية نعم وتعاملت للتقديم في التقديم نعم وتعاملت مع تلفزيون جزائري أخي لطفي وشاركت في إعداد وتقديم برنامج بحلد العشية كل يوم أربعاء من محطة وهران الجهوية وحققت حضور بارز. علاش ما كملتيش؟ قبل ما نقول لك هذه أعود إلى الوراء لربما أنت أصغر مني في السن أكيد لكن من يتذكرون إشارات إيزيس زمان إيزيس يرطب اليدين أو تقديمات نتاع البرامج تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية كلها كانت بصوتي صوتك. ما شاء الله كنت عادة متخرجة من الجامعة ما شاء الله وشاء الله أن أحترم وجود أخي الحبيب في مقر التلفزيون وأحترم رغبته وكان ذلك حبا مني له سمحي لي واحتراما كذلك لرغبة والدي. سمحي لي دكتورة يعني أنت سبقتي المرحوم كريم بوسالم؟ لا أبدا في مجال الإعلام لا أبدا في نفس هو سبقني أبدا هو سبقني لدخوله مقر التلفزيون بموهبته لا بتوصية أحد لأنه كان فعلا موهوبا لكن أنا كنت أخط بخطة ثابتة بعد ما تخرجت من الجامعة أن يكون لي استقلالية فكنت أخط في مجال السيراميك وحتى جاني عرض يحتاجون صوت كريم فقال لهم والدي هناك صوت ابنتي جميل جدا وقوية في الفصاحة يعني جربوا جرب. فجربوني في الإشهار فقيل لي والله وجودك في مقر التلفزيون هو حبيبي كريم فرض نفسه بتوفيق من الله ودعوة الخير نتاع والديه أنه جاءه العرض في مقر التلفزيون وهو طالب وهو طالب في الجامعة دخل كمتربص اكتشفوا موهبته موهبة إيه؟ وأثبت لهم أنه موهوب فعلا موهوب بصوته الرخم
موهوب بحضوره والكاريزما، موهوب بفكره وأدبه، موهوب كذلك بقلبه الكبير الذي كان يسعى الدنيا بأكملها، وموهوب أيضا بثقافته العالية. فلما أنا أتيحت لي الفرصة كامرأة، وأنت تعلمين لما تزوجت وشاء الله نتزوج إلى مدينة وهران الداهية، كنت بعيدة عن العاصمة، فعملت فتحت قوسين سنوات حسيبة، الزوجة المحبة لزوجها والمضحية لأجله، وحسيبة الأم، ومع ذلك كنت أكافح كفنانة. ما ندمتيش حسيبة دكتورة على الموهبة ربما اللي كانت فيك وما زالها على مسيرة إعلامية، وعلى مسيرة إعلامية ربما اللي كنت قادرة أنك تعيشيها. أخي الغالي، كيف أندم من تقدير رباني؟ صح، أكيد فيه حكمة لا أعرفها. أسرة جميلة كونتيها ما شاء الله، حكمة ربي أن أستثمر في عائلتي، وحكمة ربي أن أستثمر موهبتي وكراماتي في فني، الذي كلما وقف شخص أمام إحدى لوحاتي إلا وقال هذه اللوحة فيها روح حسيبة، فيها روح تشدني، أو فيها نور، ذلك كان يثلج صدري. ندمت فقط، أقول ندمت أنه لم يكتشفني الجمهور العريض من خلال برامج تلفزيونية كان من الممكن أن تضيف الإضافة الكبيرة لجزائرنا الحبيبة. وش نوع البرامج اللي تتصوري فيها روحك دكتورة حسيبة؟ ولو يتم عرض ربما فكرة برنامج عليك حاليا، ربما برنامج في فنك، هل تقبلين الفكرة؟ مستعدة؟ بكل سرور، مستعدة لها، لأني لم أكمل النقطة الثالثة. أنه أنا كمؤمنة لما التقدير الرباني عندما يشاء الله سيأتي الوقت المناسب، وستكون حسيبة ناضجة كلية لأن يستقبلها الجمهور ويكتشفها في الوقت المناسب. كوني أكيدة أنه بعد هذا المرور الجميل عبر برنامج صباح الشروق راح تأتيك عروض كثيرة من خلال العديد من القنوات إن شاء الله. أكيد كوني على يقينة. وش نوع البرامج اللي تتصور روحك فيها دكتورة حسيبة اللي تحبي أنك تقدميها؟ أخي الغالي، والله كلامك ينبع من قلبك الجميل، وأنت كذلك حبيبتي. ولعل وضع الله السر في لقائي بك صدفة، وأنا أتجول في شوارع العاصمة هذه والله المرة. كان لقائنا صدفة. كان عندي سنوات ما شفتهاش، وكانت صدفة جميلة جدا، وهي اللي شافتني الأولى، لأنه لو كان أنا اللي شفتها كنت أكيد مبادر بالتحية. جات وسلمت علي وعنقتني بشدة لما شفت وحرارة. قلت أيها الشاب الجميل، فلما رآني والله كانت صدفة جميلة. وكانت جميلة، وسعدنا بلقائنا بعد كل هذه السنوات التي مرت قرابة 12 و13 سنة أو 15 منذ التلفزيون العمومي. كان مساء ثالثة. شكرا لك لصفي أنك خليتنا نتعرفوا على السيدة الراقية. محظوظين بك حبيبتي. أنا سعيدة بكم، أنا سعيدة بكم. أتمنى إن شاء الله. حيو الأخت الكريمة نتاعك ثاني اللي كانت مرافقتك حبيبتي سامية. سامية والله هي الآن ترانا وتشاهدنا، وأنا أحييها تحية خاصة. تحية كبيرة. تعرف علاش؟ يعني بالمناسبة قبل أن أقول لك ما هي البرامج اللي ممكن إن شاء الله نكون فيها، سامية حبيبتي أنا أريد أن أقول لك من خلال هذه الشاشة وأمام كل الجماهير التي تشاهدنا وأمام هذه الوجوه النيرة، يعطيك الصحة وربي يبارك فيك وربي يطول في عمرك أيتها المجاهدة، وإن شاء الله كما راكي واقفة مع الوالد وهي اللي واقفة معه مسنداته، واقفة مع وليداتك بعد وفاة زوجك، ربي عمره يخليك. أكيد. إن شاء الله ربي يخليك لينا إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله. ولا حتى طيبة تنعكس على الوجوه، طيبة القلب نشوفوها ونلاحظوها في وجوههم، كأنه أنا نشوفه في كريم. صحيح. ألف رحمة ونور تنزل عليه. عليه وعلى والدتي حبيبتي. الوازع العائلي ضروري جدا للنجاحات، صح؟ صحيح. أن يكون فيه تلاحم ترابط، وكريم كان محب جدا لأسرته وعائلته. طيب طيب جدا. صح صح. كان كالطفل، كان أنا كنت نقول له قلب الطفل الصغير ممكن ينفعل ولا يؤثر انفعاله على طيبة قلبه، وأكثر الوقت معطاء لدرجة لا تتصورونها، قد تقصدونه في أمر بسيط إلا وأعطاكم أمرا آخر لا تتصورونه، وذلك ما ساعده
في شق طريقه لنجاح وفي شق طريقه لقلوب الناس. ان شاء الله الدنيا محبوب ايضا محبوب ما تكونش بخيله عليك وانتم كذلك ان شاء الله الحياه، لابد ان لكم جمهور يحبكم كثيرا لقلوبكم الطيبه. ان شاء الله الحياه تكون معطاءة معك ايضا دكتوره حسيبه. ونكمل في الحديث عن نوع البرنامج اللي تستهدف. نوع البرنامج، كل برنامج يستطيع ان يشق طريقه لقلب كل سائل تائه. يعني اذا في برنامج علمي الحمد لله نحن موجودون، اذا في برنامج اجتماعي نحن معطاؤون، اذا في برنامج ديني نحن مروحون من روح الله وكرمه. ما شاء الله. احكي لنا على على هذه التوليفه اللي راكي عايشتها في حياتك وفي يومياتك لتقدري توفقي من خلالها بين البيت وحياتك الخاصه وبين العمل. ما شاء الله عليك. دعوه الخير، صدقوني يعطيكم السر، هم امران القران الكريم. قلت لك ما شاء الله اكثر اكبر واعظم مورد للتنميه هو القران الكريم بكل اسراره، كلمه كلمه، حرف حرف، رقم رقم، هو روح الله. يعني خذوا طاقتكم من كتاب الله يوميا صباحا ومساء ولو دقيقتان ثقيلتان في الميزان. ثم ادوا دعوه الخير تاع والديكم، تاع الناس اللي كنتوا عايشين معاهم، نتاع شريك حياتكم، لانه زوجتك لو ما رضتش عليك لطفي صح راح يكون عندك نقص، صح. زوجك لو ما رضاش عليك راح يكون عندك نقص. ثم تاع وليداتكم، انت تضحي، انا نضحي لوليداتي. هما اللي يمكن ما يعرفوش قيمه هالتضحيه، لكن هي مسجله في كتابي. تعود الي. صعبه الحياه، لابد من تضحيات، ما كانش واحد لقاها سهله. وبدات ترجع لك تضحيات، طيحه ونوضه، طيحه ونوضه، طيحه ونوضه. بدات ترجع لك تضحيات. ما قدمتي ثمار بنتي. والله يا لطفي انا لما بنتي كرمتني بان كانت الاولى في الثانويه تاعها وحصلت على 17 كذلك ما شاء الله في شهاده البكالوريا، ما شاء الله حمدت الله. ما شاء الله لما ولدي حبيبي يجي يسلم عليا كل يوم على راسي، ربي يحفظه، لما يخرج ولما يدخل ربي يحفظه، يقول لي ميمتي حلاوه ربي يخليك ليا، ربي يحفظهم، وهو على خلق ما شاء الله. نقول هذه نعمه. لما ولدي الصغير ما نسمعش كلمه منه ولو يطلع صوته، على اساس تربيتي من اهلي وباباه نحمد ربي ونشكره. ربي يوفقهم ويبارك فيهم. لما يكون بابا راضي عليا، وان شاء الله يا بابا تقعد دائما راضي عليا، لان نحبك يا بابا، نحبك يا بابا، ان شاء الله تقعد دائما راضي عليا. وربي يرحم الوالده اللي سبقتك، ربي يرحمها يا رب، ويرحم كريم، يرحم كل المؤمنين. الفرح ونور. هذا هو السر اخي لطفي. صعب الحياه، لكن التوفيق يكون رباني، ثم يكون خاص بك. يفوتونير يفوتونير فو با بيسي لي بغا، صحيح، ووقفوا على رجليكم، ما تستناش شكون يوقفكم. ولادك توارثوا منك الفن؟ نفس السؤال كنت حابه نطرح. توارثوا الفن؟ اسلام ايه فنان، انامل فنان. ما شاء الله، حتى يعزف ما شاء الله. احيانا انا وياه نقعدوا، انا شاعره، فلما نقول شعر او نقول، احيانا هما يشوفهم يسمعوا اغنيه معروفه وعندها ريتم، فانا نبعدهم على هذاك الغنية كلماتها اللي مش مليحه، أيه؟ ونروح نكتب غنية واحده اخرى بهذاك الريتم. اي نقول له واش رايك في هذه الغنية كي جاتك؟ قال لي والله شابه ماما، ما شاء الله، قل يكون يثقوا بك. فمنى رائعه، ورثت عني طبخ الماهر، الله يبارك يا بنا داخله، شفتي ما شاء الله. ورثت هذه، ورثت كذلك الفكر الذكي، ربي يحميها ويبارك فيها، ساج حكيمه. والصغير عنده سر رباني، ربي يحميه ويبارك فيه، لا استطيع ان افصح عليه الان، ربي يحميه ويبارك فيه يا علاء الدين، ربي يحفظهم، ربي يحفظهم. الازواج يديو طباع من بعضهم بعض، معروف هذا الشيء، جينات. انت الزوج تاعك وش هي الطباع اللي اداها منك، وانت وش اديتي منه طباع؟ حبيبي مصطفى زوجي حبيبي انسان بسيط جدا، وكما كان يقول لي دائما الحشيشه طالبه معيشه، نقول له الحشيشه طالبه المعيشه، ياك جابتها الكريشه. انت عمراء الوالده تاعو اللي ربي يرحمها، مراه كانت قويه اللي رباته، قويه شخصيه، هو ثابت، لكن هو دا من عندي يقول لي دائما ديت من عندك لو كوتي سبيريتوال، يعني قال لي معك، قال لي معك اكتشفت اسرار ربانيه، ومعك اكتشفت الثبات ما شاء الله والتضحيه. وانا هو وجوده في حياتي
خلاني جبت من عنده وليدات جميلين ما شاء الله. وفي طباعه يعني هناك طباع مثل الانفعال الكثير، لكن أجمل حاجة فيك يا مصطفى طيبة قلبك. هو منفعل وانت هادئة. ودمعتك الغالية اللي تسيل بسرعة. فيه توازن يعني. هادئة جدا. عندك هدوء جميل. هو منفعل. هو منفعل يعني مش لأنه يحب ينفعل، في طبعه. طبيعته يعني. استنفوكال. لكنه طيب بدرجة ما تتصورهاش. وقريب لله كثيرا. ما شاء الله. وأنا كذلك أنفعل. الكمال لله. هادئة صح بطبعي جدا. وثابتة جدا، لكن في الحق يا لطفي أنا في الحق عندما أرى الظلم لا أستطيع أن أبقى متفرجة. ففي هذاك الوقت أنا أدافع جدا عن الحق، ثم يقول لي مصطفى يا حسيبا خاف عليك، هذه الميزة فيك. قل له مصح نجيب الحق. نجيب حقي هذا مش حقي أنا. حق الناس في الحق يعني تعجمي أي واحد، حتى لو الآن واحد نشوفه يظلم شخص لا أحتمل، لكن أتصرف بانفعال بسيط لأجل الحق. وعندما يحقق الحق إذا حقق بواسطتي أسجد لله شاكرة، وإذا لم يحق فتلك حكمة من ربي أرضخ لها وأصمت. ما شاء الله ربي طيب بيناتكم. حبينا بزاف مرورك معنا، حبينا كثير مرورك معنا وإطلالتك الجميلة دكتورة حسيبة. عليك وشرف كله لنا. والله الشرف لي كذلك. تحت رفقنا للمطبخ باش نوضعوا اللمسة الأخيرة من بمطبخنا الصباحي من إمضاء الشيف نديم. حضروا لي الشيف نديم لختام حلقة اليوم، كانت حلقة جميلة إن شاء الله تكونوا حبيتوها، حبيتوا إطلالة دكتورة حسيبة أبو سالم التي أثرت برنامجنا من خلال نقاشات عديدة وكثيرة كلها فائدة. تفضلي معنا دكتورة. تفضلي معنا دكتورة. أخي لطفي فقط أردت أن أوجه سلام خاص لشابة جميلة اسمها ليليا رزقي. تستحق كل الدعم. تحية كبيرة. شكون هي ليليا؟ شكون هي ليليا؟ عرفينا. إنسانة طيبة، هي صديقة حبيبتي ياسمين. تحية كبيرة. تفضلي منا. تفضلي منا دكتورة. شكرا. يزيد فضلكم. تفضلي المطبخ. المطبخ. يعني هذيك الرائحة الجميلة من عندك ها؟ هذه هي ريحة كرافس. تفضلي. يا دكتورة. وش هو الطبق اللي متحكمة فيه دكتورة حسيبة واللي يحبوا ياكلوه من أيديك؟ والله تعرف انا اثرت فيها عجوزتي تعلمت الطبخ التلمساني. زوجتي تلمساني. زوجك ما تلمسان. الله يبارك. الله يبارك. الطبخ تاع امي اكيد موجود، ربي يرحمها ويوسع عليها. وعجوزتي ربي يرحمها ويوسع عليها، لما دخلت على روسا قالت لي شوفي انسي لي التلمسانيين، ولدي ياكل طياب ماما. ما شاء الله ما شاء الله. ولادك راك تفضلي حبيبتي. ولادك يميلوا للمطبخ التلمساني ولا شويه القبائلي؟ البنت منى مالت لما اطبخ انا، وكتعرفي البنات تاع دركم عندهم لي غوسات في اليوتيوب خيرات العصر. صح صح. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. وش هو الطبق اللي انا فيه؟ كسكس اكيد. كسكس لازم تجورد فيه. حتى الطريقه القبائليه انا عندي كسكس خاص يجمع ما بين القبائلي والتلمسان. هذه لازم نديروها وصفه. لازم تجي طيب لنا. لازم تجي طيب لنا في البلاطو. اليوم راح نذوقوا من ايادي الشيف نديم الكرافس على طريقته. ما شاء الله. الكرافس الكرافس متعودين نديروه فقط نتبلوا به ونزكوا به الطياب. صح صحيح. في الحريره وفي الشوربه وفي اللوبيا وفي العدس. صح. لكن خاصة في الحساء. هو حضر هنا طبق رئيس. ما شاء الله ما شاء الله. راح نذكروا على السريع المشاهدين. نعم. اليوم الاطباق تاعنا اللي قدمناهم بالكرافس، درنا المقبله تاعنا، درنا حساء الكرافس بالخضر، درنا لهنا كذلك لاموس تاع الكرافس، درنا لهنا طاجين تاع الكرافس اللي درناه بالدجاج، ودرنا لهنا عصير الكرافس. نقدروا نحولوا بك السكر ولا يولي لنا ان ديتوكس تاع الكرافس. ما شاء الله برافو. هذا هو العصير الاخضر. نعم. واش حابه تذوقي؟ والله اريد المشروب الاخضر العصير. تفضل ذوقي لي واعطيني رايك. تعرف علاش لطفي؟ بسم الله. صدقني انا منذ مرض والدتي الف رحمه ونور عليها، الله يرحمها ويسع عليها، وانا معها في في يعني المرض نتاعها، هذا العصير الاخضر كنت ننادي به يوميا. وهو عملوا بالكرافس، لكن انا كنت نقول لهم
الديتوكس الحقيقي الديتوكس الحقيقي للكبد والبنكرياس وكل الجهاز الهضمي وما ما يجيش السرطان من جهه الجسم ابدا. هذه فرصه نقولوها. المشروب الاخضر الصحي اللي هو عصير الكرافس الطازج والبعدوس الطازج والقزبر الطازج والجزر والليمون، خلطيهم كامل مع بعض كلهم وتشرب هذاك العصير صباحا ومساء اذا استطعت. والله الديتوكس بسيط جدا لا يكلف شيء وعمر الورم السرطاني ما يدور به ما شاء الله. وما تضيفوش السكر دو بريفيرونس احسن. الا حبيت تضيف سكر اضيف العسل بدل السكر. العصير العصير شاف نديم مش بخيل يعني شوف يحط لي بلارة. بسم الله بسم الله بسم الله. رايك صحتك رائع. شفتي شفتي الابداع تاع الشيف نديم رائع. انا خليني نذوق لكم هذه الكرافس. بسم الله ما شاء الله بسم الله. انت تذوق الكرافس يعني درتو جواز من قبيطه. بسم الله نعم يقدر كما نقولوا الفرش بالكرافه بالدجاج. بسم الله ما شاء الله روعه. شهيناكم بالجنه يا ناس يا طيبين. ان شاء الله تجربوا كل وصفات ان شاء الله يا رب. وهي واش تذوق؟ انا حبيت نذوق هذه. هي ما تحبش تذوق؟ ذوقي نذوق لاموس. نذوق لاموس اوكي. عطينا فرشات برك يعني كوم ديزير هذه. لا صالي هذه مقبله. مقبله هذه مقبله. درنا سوب ودرنا موس. درت الكرافس وهذا وشنو خبز من الفوق؟ هذاك خبز على شكل الخبز. هذا الخبز اليابس. لا لا كي يكون خبز يابس يكون نقص من نعم. نجيب زب بنينه ايمن هنا خير من نديروا الخبز موس وحده. رائع رهيب رهيب. شفنا ضفنا له الاناناس لداخل اللي تخون حسيت به بزاف بنين. شاف نديم الف صحة وعافية ليك يا حسيبة. نورتينا وحبينا بزاف مرورك معنا لبرنامجنا الصباحي. شكرا لك. نديم شكرا.